مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله، ومساء الفل على حضراتكم، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. ملعب الاهلي هنتكلم فيه النهارده اكيد عن مباراه الاهلي وبيراميدز، المباراه الهامه جدا مستناها كل عشاق النادي الاهلي، واكيد هنتكلم عن مباراه النهارده مباراه المقاولين والاسماعيلي واللي انتهت بفوز الاسماعيلي في اول اداره فنيه ليانوفسكي البلجيكي المدير الفني الجديد، واول خساره لعماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب. مباراة شهدت أحداث كتير جدا، منها طرد النجم نجم الفريق والمقاولين، وأيضا طارق شيلينجو اللاعب المنتقل حديثا للإسماعيلي، واللاعب ده كان فيه مشكلة كبيرة جدا ان هو ما كانش هيتم قيده النهارده للمستحقات الماليه اللي على فريق الاسماعيلي متاخره، لكن النادي الاسماعيلي قدر ان هو يقيده، واللاعب انضم رسميا لقائمه المباراه قبل هذه المباراه بثلاث ساعات. سبحان الله، نزل وجاب هدف الفوز للنادي الاسماعيلي، ثلاث نقاط مهمه جدا للنادي الاسماعيلي، وخساره ما كانش بيتوقعها عماد النحاس اللي كان متقدم في الشوط المباراه الاول عن طريق احمد الشيمي نجم المقاولين، لكن خساره غير متوقعه لعماد النحاس كان نفسه ان هو يستمر مسلسل الانتصارات اللي بيقودها عماد النحاس في الجبل الاخضر، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل عماد، وان شاء الله الجاي افضل بكتير جدا. عماد النحاس ماشي ولا اروع مع نادي المقاولين العرب، ست انتصارات متتاليه وهزيمه وحيده وتعادل وحيد، لكن يانوفسكي المدير الفني الجديد الاسماعيلي محظوظ جدا، مباراه صعبه جدا وقدر ان هو كمان ياخد منها الثلاث نقاط بعد ما كان متاخر بهدف مقابل لا شيء. تعالوا اكلمكم عن اخبار النادي الاهلي. مباراه بيراميدز الهامه جدا زي ما قلت لحضراتكم، واول قياده فنيه للسارتي اكيد هيبقى في دوافع كتير جدا عند لاعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا لنفسهم رسميا للمدير الفني الجديد لاسارتي. لاسارتي ليه فكر جديد شفناه في التمرين النهارده وشفناه في تمرين امبارح من اول ما تولى المسؤوليه رسميا، وليه فكر جديد قوي، بيلعب في المساحات الضيقه، بيلعب من لمسه واحده، بيلعب لقدام، عنده زياده عاديه في الخط الامامي الهجومي، وده اللي احنا محتاجينه كلنا كنادي اهلي. لكن تعالوا اقول لكم كان شكل التمرين النهارده، كان في تقسيمه قويه جدا للاعبي النادي الاهلي، كانت على مرمى واحد وكانت في نص الملعب، بس دي بيعملها دايما مدير الفنيين الاجانب اللي هو بيخلي فيه كثافه عدديه في منطقه نصف الملعب، وفي تسديد على مرمى واحد او اهداف على مرمى واحد، يبقى فرقه بتجيب اهداف وفرقه بتلعب بشكل استحواذ لغايه لما يوصلوا لنص الملعب اللي هو ما فيهوش مرمى، وفرقه ثانيه بتترجم سيطرتها لاهداف. دي بتبقى التقسيمه مفيده جدا، ازاي بتجيب اهداف والفرقه الثانيه ازاي بتستحوذ في مساحه ضيقه بيكون فيها حوالي 20 لاعب او اكتر من 20 لاعب في نص ملعب حسب ما المدير الفني عايز الشكل يكون ايه. دي كان شكل المران في الجزء الاول منه. 30 دقيقه قدمهم لاسارتي للتسديد على المرمى في النادي الاهلي، وتولى المهمه فيها سباستيان المدرب المساعد وسامي قمصان مدرب الفريق. معايا زميلي كريم احمد زي ما متعودين مع حضراتكم عشان يقول لنا مزيد من التفاصيل عن هذه التمرينه. كريم اهلا بيك يا كريم. برحب بيك يا كابتن ميدو، برحب بيك البدايه وكل مشاهدي ومتابعي ملعب الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار؟ طمنا. والله يا كابتن ميدو اخبار مطمئنه بالفعل لكل جمهور النادي الاهلي، حاله من الجديه والتركيز شايفينها في التدريبات خلال ال 48 ساعه الماضيه بالتحديد، بين مباراه الاسارتي محاضرات فنيه مع لعيبه النادي الاهلي، بيشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير جدا، يمكن مسلسل سرديه مع رمضان صبحي جيرالدو، لعيبه كتير جدا مش عايزين ننسى كمان كان ليه النهارده كمان حديث مع مستر مارتن وليد ازارو، بنطمن ايضا كمان كل جمهور النادي الاهلي نزل اللي عنده مش هتعوقه ان هو يكون موجود سواء في التشكيله الاساسيه طريقا للنادي الاهلي. رمضان صبحي يظهر بشكل رائع خلال التدريبتين اللي فاتوا بالتحديد. كمان يا كابتن ميدو اللي لامسينه من التدريبات ان الراجل بيحاول ان هو يبقى في اكثر من فقره تدريبيه عند الكره في التدريب بشكل عام، يعني يمكن اول يوم دي كان ساعتين ربع تدريب، ثاني يوم ساعه ونص، ثالث يوم ساعه ونص، لكن ساعه ونص مليئه بالتدريبات الكوره، يمكن بيركز على التكتيك بشكل خاص، بيركز على جمل معينه بيحاول ان هو يحفظها لعيبه النادي الاهلي. كمان الحماس الكبير جدا اللي في الملعب اللي حذر منه الكابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام ومستر مارتن، في تدخلات عنيفه جدا مع اللاعبين بعضهم ببعض، ده بياكد ان في حماس وفي تركيز وفي جديه الكل بيتسابق ان هو يكون متواجد سواء في تشكيله النادي الاهلي في مباراه القادمه او الهامه مباراه بيراميدز او
الفتره القادمه يكون كل اللعيبه على قد في استعداد اللعيبه جاهزه كلها. تنفقد عدد كبيره كابتن ميدو زي ما انت عارف، باسم علي بنفقده، تنفقد حسام عاشور، احمد فتحي، محمد شريف كمان حتى هذه اللحظه لسه هيتعمل اختبار طبي. لكن بشكل عام التدريب النهارده كان فيه يمكن جرعه تدريبيه مميزه جدا لمستر مارتن، مستر سبيستيان ايضا كمان المدرب المساعد لمستر مارتن استنزل بشرف على بعض الفقرات التدريبيه. النهارده التسديد كان على المرمى في 20 دقيقه فيها تدريبات تسديد على المرمى. لا، في شغل كروي كبير جدا بيتم، وان شاء الله باذن الله يوم المباراه كل الشغل ده باذن الله يكون في الملعب وباذن الله يكون مباراه مناسبه. كابتن ميدو انا معاك في هذا السؤال. اكيد رمضان صبحي ظهر في التمرين يعني ولا اروع بشكل يعني مميز جدا كمان. طمني على صالح جمعه، طمني على اللعيبه اللي بيتسالوا عنها دايما جمهور النادي الاهلي يا كريم. رمضان صبحي النهارده يمكن زي ما قلنا بيظهر بشكل رائع ومميز، وواضح جدا يا كابتن ميدو هيكون ليه دور كبير في مباراه بيراميدز. تشكيل النهارده يمكن كان واضح، وامس كمان كان واضح التشكيل. يعني مش حابين ان احنا نقول التشكيل بالتحديد لان ممكن يكون في تغيير بسيط او تغييرين، لكن رمضان صبحي ليه دور، هيكون ليه واجبات هجوميه كثيره جدا. كريم نجم كمان هيكون ليه دور في هذه المباراه. صالح جمعه النهارده كان الاعداد دلوقتي تسديد على المرمى، كان باين ان صالح جمعه عنده الجاهزيه وعنده الجديه وعايز يكون تواجد خلال الفتره القادمه. بيشيد مستر مارتن بكل اللعيبه اللي بتهدف في التدريبات. يمكن اي لعيب بيبقى فيه كوره طالعه كويسه بيأدي اداء مميز، اذا في مجهود او بيحرز هدف مميز بينال الاشاده وبينال التحميس من مستر مارتن نصرتي. واكدتها قبل كده كابتن ميدو، قلت هو يمكن بيشتغل على الجانب النفسي جدا. رمضان وليد وصالح جمعه، مؤمن زكريا، جلسات فرديه على طول سريعه مع اللاعبين سواء قبل المران او بعد المران. واضح ان يمكن الشغل اللي في الملعب بيشتغل بشكل كبير في الساعه ونص اللي يكون في التدريب، لكن كمان بيهتم بشكل كبير في لعيبه بتحتاج ان يكون في احساس مستمر مع كابتن ميدو. انت عارف طبعا الامور في لعيبه بيبقى خلاص الفريق بيتحلى ان هو يأهله نفسيا، لان المرحله اللي جايه شهر واحد بالتحديد بالمباريات، مباريات الدوري العام والبطوله الافريقيه، عدد كبير جدا من المباريات، فلابد يكون اللعيبه كلها جاهزه. وده الواضح يا كابتن ميدو ان اللعيبه عندها سؤال كبير. مباراه رأس الانديه زي ما بنأكد ورأس القوه ايضا كمان مباراه بيراميدز القادمه بدون جمهور، كنا بنتمنى يكون الجمهور متواجد، لكن خلاص يمكن النادي الاهلي بالفعل اتاكد ان المباراه بدون الجمهور بكل فني الشغل كله ان شاء الله يكون في الملعب باذن الله. كابتن ميدو المباراه بالنصيب النادي الاهلي ان شاء الله. كريم انا بشكرك جدا على هذه التوضيحات، شكرا جدا للزميل العزيز كريم احمد، دايما مميز يا كريم. كريم، كان شكل التقسيمه او شكل المران كان ايه النهارده؟ وكمان اتكلم عن حماسه اللاعبين داخل المران. زي ما قلت لحضراتكم، هو تمرين النادي الاهلي عموما بيبقى يعني بلغتنا احنا بيبقى مجزره كرويه، بس مجزره كرويه في حدود ان انت ما بقاش فيه اصابات خالص، تلعب مقاتل في التمرين عشان بتحجز مكان اساسي داخل ال11، خصوصا كمان مع مدير فني جديد كله عايز يقول انا موجود وكله عايز يظهر بالشكل المناسب. لكن الخوف ان انت تعمل بقى احمال زايده انت كلاعب من نفسك، تعمل سبرنتات كتير، يجي لك شد زي ما حصل لباسم، احنا بنقول يا باسم او اجهاد، خلينا نقول اجهاد، المسمى اللي قال العلي طبيب الفريق ان هو في اجهاد في العضله الخلفيه اعتقد لباسم. لكن باسم ما بنصدق انه يرجع، دايما بيظهر بمستوى عالي جدا وفجاه بيبقى فيه اصابه، عضلاته محتاجه تقويات كتيره جدا، شغل كتير جدا، ان شاء الله يرجع بسرعه. كمان محمد شريف بنتكلم في التمرين وتفاصيله، التحام قوي من كوليبالي، سليف كوليبالي مع محمد شريف طلعه بره، كدمه في انكل الرجل. لكن عايز اكلمكم عن شكل المدير الفني الجديد مع النادي الاهلي. في يومين ثلاثه او اربع ايام استحاله ان انت تعمل شكل جماعي للفريق، لكن ممكن تعمل حالات فرديه. يعني ايه حالات فرديه؟ ان انت يبقى ليك كلام مع لعيب، مثلا زي ما اتكلم مع جيرالدو النهارده بيقول له انت دورك هيبقى كذا في الملعب، هيبقى شكلك كذا، تلعب من ناحيه كذا، عايزك تعمل انطلاقات من اي حته في الملعب. اكيد اتكلم مع رمضان صبحي نفس الكلام عشان تعمل شكل مجموعه او شكل فريق كامل. لا، اعتقد ان هو هيستنى شويه لغايه لما نظهر بالصوره او الفكر اللي في دماغ لاسارتي، تعليمات او توجيهات لاعبين. ده ممكن ان انا اغير من شكل لعيب شويه، اغير من طريقته في الجري شويه، اغير من طريقه اختراقاته، اغير من المهام المكلف بيها دفاعيا وهجوميا، اقللها ازودها حسب ما انا شايف كمدير فني. لكن شكل جماعي طبعا استحاله ان هو يعمل شكل جماعي للفريق. هيعمل شكل جماعي ان انا اسهل الكره شويه، ان انا العب من لمسه واحده على قدر الامكان، العب لقدام. لكن جمل جماعيه وكلام من كده اعتقد ان هو صعب ان احنا نحفظ لعيبه اي فريق في الدنيا في يومين ثلاثه. ممكن نعمل ايه؟ لكن ان شاء الله يستوعبوا جزء ولو صغير من فكره.
الحاجه اللي تطمنك انت كنادي اهلي وتطمنك انت كجمهور نادي الاهلي ان الدوافع عند اللعيبه زي ما انتم حضراتكم عارفين ان اي مدير فني بيجي جديد اللعيب بيموت نفسه في الملعب عشان يثبت له ان هو بيحجز مكان في التشكيله الاساسيه، ان انا لعيب كويس، انا لعيب استاهل ان انا اكون في ال11، ده اللي يطمنك. فكل اللعيبه ان شاء الله بعد بكره في مباراه بيراميدز المهمه جدا كله هيطلع اكتر من 200% من عنده، وان شاء الله كل اللعيبه تكون عند حسن ظن الجماهير الاهليه في هذه المباراه تحديدا. كلام عن حسين الشحات، حسين الشحات في الاهلي، حسين الشحات مش في الاهلي، قلت لكم قبل كده ان الجماهير كل اللعيبه اللي طلبتها بالاسم هيكونوا في النادي الاهلي ان شاء الله، كل اللعيبه اللي طلبتها بالاسم باستثناء مثلا لعيب، لكن لعيبه الجماهير كلها اجمعت عليها لو هتكلف النادي الاهلي ايه؟ النادي الاهلي دايما هيرضي جماهيره في الاول وفي الاخر، ان شاء الله حسين الشحات ان شاء الله باذن الله تشوفوه بقميص النادي الاهلي قريبا جدا جدا جدا. يعني النادي الاهلي بيبذل قصارى جهد وان شاء الله يكون في النادي الاهلي. قلت لحضراتكم ان في 30 دقيقه للتسديد على المرمى خلاص قصصها لاسارتي وكان بيقود هذا المران سباستيان ومعاه سامي قمصان. وكمان كان في تدريبات خاصة اللاعب الاهلي التسديد على ركلات الجزاء، محتاجين مش شرط ان احنا نلعب ضربات جزاء في مباراه مقبله نلعب بقى ضربات جزاء التمرينه دي، لا محتاجين ان احنا نسدد ضربات جزاء في كل تمرينه، ودي ظاهره صحيه جدا. كان في المران او كان في الحراسه شريف اكرام، محمد الشناوي ولطفي ومصطفى شوبير كانوا بيتوالوا على حراسه المرمى في ضربات الجزاء. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بيجتمع مع الدكتور خالد محمود للاطمئنان على لاعبي الفريق المصابين. قبل كده اتكلمنا عن الدكتور خالد محمود واتكلمت عن دوره واتكلمت ان هو بريء جدا من الاصابات اللي بتحصل، مش عايزين بقى نقعد نتكلم ونعيد ونزيد. لو حضراتكم تفهمتوا الموضوع قلنا ان في دكتور بيشخص وبيقول مده الاصابه وبيسلم اللعيب بعد ما بتعافى بناء على اشعه هو بيعملها بتبين ان اللعيب خلاص العضله سليمه 100%. العضله دي المفروض تروح للدكتور او للكابتن اللي بيأهل الاخصائي التأهيل اللي بيأهل في الملعب، بيقوي العضله في الجيم بيأهلها في الملعب عشان تستحمل الضغط الشديد على هذه العضله في المباريات وفي التمرينات. فكده الدكتور بيخلي مسؤوليته بيديه لمدرب الاحمال اللي بيحاول يعمل قصاره جهده عشان يرجع العضله سليمه تاني. اللاعب بقى بيبذل مجهود زياده بيحصل حاجه لكن بعيد خالص عن طبيب الفريق. لكن كابتن سيد عبد الحفيظ اطمن من دكتور خالد محمود عن كل الاصابات اللي موجوده وعن مده رجوع او فتره رجوع اللاعبين مره ثانيه. اتكلمنا كمان عن محمد شريف وخد قدمه قويه جدا من سليف كوليبالي، عايز يسيب علامه سليف كوليبالي قدم لنا مستوى ولا اروع اول ما جه، وكلنا كنا بنقول سليف كوليبالي كمان احرز اهداف مهمه جدا في تقويتات مهمه جدا في مباراه حساسه جدا، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يا سليف، فعملت اللي عليك مع النادي الأهلي، ودايما بنقول لأي لعيب قعد في النادي الأهلي ألف ألف شكر ليك، قعدت مشيت أنت موجود وأهلا بيك في أي وقت. لكن هو طبعا كان في علامات استفهام كبيرة جدا على أدائه في الفترة الأخيرة، خصوصا تمركزاته الدفاعية وحالته النفسية بعد ما مشي كالترون، هل تأثرت هل ما تأثرتش؟ أكيد تأثرت، تأثرت كتير جدا كمان. النجم عاشور وأحمد فتحي دي بيجيب لنا سمير، بيجيب لنا سمير طبعا لقطات لكوليبالي، شكرا جدا سمير. عاشور واحمد فتحي خلاص بيدخلوا في برنامجهم التأهيلي تاني. احمد فتحي خلاص كان عنده سوء حظ كبير جدا، معلش احمد فتحي قلت لكم ان هو عنده قلب اسد وبمليون راجل، عشان كده ممكن يكون هو ما اكتملش شفائه لكن هو عايز ينزل وعايز يلعب وعايز يقاتل. احمد فتحي كده من النوعيه دي، وانتوا عارفين احمد فتحي طبعا قد ايه هو مخلص وقد ايه هو راجل يعني بمليون راجل، زي ما انا دايما بقول ساعات الحماسه بتخلي العضله تطلع اكتر ما عندها، اكتر ما تاهلت، اكتر ما استعدت. هو فتره كبيره قوي غابها، كان نازل عايز يعمل كل حاجه، فالحمد لله مش عايزك تزعل وان شاء الله ترجع احسن من الاول بكتير. خساره كبيره لاي مكان احمد فتحي ما يكونش موجود فيه، اهلي منتخب اي مكان. ايضا حسام عاشور المسمار النادي الاهلي بيغيب برضو بسبب التواء الكاحل، برضو نفس القصه نفس القصه، دايما هتلاقي كده في ناس معجونه ومخبوزه بشكل النادي الاهلي وبقلب النادي الاهلي. عاشور برضو عايز انزل عايز العب لسه انكلك، لا انا سليم جدا، فنزل خد خبطه او اتلوى انكل رجله، الحمد لله ان شاء الله يرجعوا في القريب العاجل، كنا محتاجينهم طبعا في مباراه بيراميدز، لكن الموجودين ان شاء الله. رمضان صبحي راجع بشكل كبير قوي، رمضان صبحي جعان كوره، رمضان صبحي عايز يقول لكل الناس
هو مش بيلعب هنا بس في مصر، هو بيلعب والناس شايفاه في انجلترا في ناديه كله متابعه. رمضان صبحي عايز اقول لكل الناس لا انا موجود وعايز ارجع بسرعه الناديه، وعايز ارجع بشكل اساسي كمان ان شاء الله رمضان يقدم مستوى جيد مع النادي الاهلي زي ما هو كان معودنا. لكن ظهر في المران بشكل مطمئن جدا للجميع، عشان كده ممكن تلاقوه من اساسي الماتش القادم باذن الله. ايضا لسه في موضوع الاصابات، نجيب وربيعه مساكي النادي الاهلي ومسكين النادي الاهلي بياخدوا تدريبات منفرده. ربيعه جاله كسر في صبعه بعد الاصابات الركبته وخلفيه الاماميه، ورامي ربيعه برده من اللعيبه المنحوسين شويه، لازم اخلي بالي شويه ورامي، بس الحمد لله اهو رامي ومحمد نجيب اتنين مساكين مع سعد سمير ثلاثه مساكين. عشان نتكلم دايما في الفير، محمد يوسف ما كانش معاه اسلحه، كالتيرون كان معاه شويه وكان بيغيب عليه شويه، لكن طريقه اللعب كانت صعبه جدا. محمد يوسف لعب بالاسلحه او اللعيبه المتاحه، ما فيش محمد هاني عملناه مساك، اشرف جبناه من الباك ليفت قلنا نلعب مساك، وجبناه من المساك لعب باك ليفت تاني. يعني كان الموضوع كل بالي بعد الايقاف، تعالى بعد حالته النفسيه ارجع تاني، الموضوع برده كان مش مظبط، فالموضوع كان صعب جدا. الحمد لله اللعيبه بدات ترجع، ان شاء الله تكونوا الفترة اللي جاية كله يكون في الفورمة اللي تأهله لخوض كل المباريات النادي الأهلي. خلاص بيستعدوا زي ما قلت لحضراتكم، مباراة صعبة، مباراة مهمة، مباراة بين مجموعتين من اللاعبين المميزين جدا سواء في بيراميدز أو النادي الأهلي. النادي الأهلي تاريخه وبطولاته إنجازاته كبيرة جدا جدا، لكن هي مباراة في الأول وفي الآخر في الملعب بين 11 لعيب و11 لعيب، مين هيكون صاحب الكلمة العليا؟ هيكون لسارتي او حسام حسن؟ حسام حسن بروحه انتوا عارفين قلبه وعارفين انفعالاته وعارفين حماسه اللي بنقول دايما اللعيبه جوه الملعب، شكل بيراميدز غلب عليه الشكل او طابع الحماسي شويه بعد حسام حسن ما انضم لقائمه او لراس القائمه الفنيه للفريق. لكن الاهلي بيفضل الاهلي، الاهلي هو الاهلي، الاهلي دايما هو الكبير، دايما هو المسيطر، دايما هو صاحب الكلمه العليا سواء في المباريات المحليه او المباريات الافريقيه. لكن بيحصل سوء حظ او بيحصل ظروف خارجيه، ان شاء الله ما تحصلش في ماتش بيراميدز باذن الله، وتطلع كل اللعيبه بالمستوى اللي احنا عايزينه كجماهير نادي اهلي، ويظهر لاسارتي بمظهر يطمن كل جماهير النادي الاهلي. مباراه كل جماهير النادي الاهلي حاطه عينها عليها، عايزين يشوفوا لاسارتي بشكل جديد، لكن مش ده المقياس بتاع لاسارتي. سواء الاهلي عالي قوي او الاهلي ما كانش في حالته لا قدر الله، مش ده الشكل بتاع لاسارتي. قلنا ان احنا محتاجين فتره عشان يطلع شكله الفني مع الفريق، ان شاء الله تكون بدايته من يوم الجمعه اللي جاي باذن الله. دي كانت اخبارنا عن النادي الاهلي واخبار تمرينه اليوم، واتكلمنا شويه، هنتكلم بقى في كل هذه التفاصيل مع ضيوف الكرام كباتن الكبار. طمنتكم كمان على حسين الشحات اللاعب اللي كلنا بنستناه في النادي الاهلي، ان شاء الله يكون متواجد في النادي الاهلي باذن الله باذن الله. نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، الكابتن ابراهيم عبد الصمد الكابتن الكبير نجم مصر ونجم النادي الاهلي، والكابتن الكبير الكابتن احمد بلال والنجم اسامه حسني، نستناهم بعد الفاصل. حضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكباتن الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد، اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميدو، منور الدنيا. النجم احمد بلال منور الدنيا. ازيك يا ميدو، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ برضه كان لازم يحطها في القريبه مش البعيده. لا لا لا، هنسال النهارده هنسال اسامه بتاع المقاولين حد واحده، هنسال النجم الكابتن اسامه حسني، منور الدنيا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، اول حاجه كل سنه وانت طيب، يعني انتوا طيبين بمناسبه 2019 كده، ربنا يجعلها سنه سعيده على المصريين كلهم، تبقى وش السعد على الاهلاويه كمان يا رب يا رب ان شاء الله من يوم الجمعه اللي جاي باذن الله. ان شاء الله باذن الله.
عندنا مباراتين النهارده نتكلم فيه، مباراه المقاولين والاسماعيلي يا كابتن ابراهيم، واكيد هنتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز بعد بكره ان شاء الله. مباراه مهمه جدا زي ما حضراتكم عارفين بيستناها كل الاهلاويه، هتبقى مباراه كبيره كمان بين نجوم كبار، نجوم الاهلي ونجوم بيراميدز. لكن تعالى نبدا بمباراه المقاولين والاسماعيلي، وحضرتك اكيد شفتها، كلمني فيها بشكل عام قبل ما نتكلم على تفاصيلها الفنيه. لكل فرقه ليها دوافع معينه، المقاولين عنده دوافع كتير جدا. اولا عماد النحاس بيقدم مستوى جيد جدا مع الاسماعيلي، وعمل طفره في النتائج وفي الاداء الحقيقه من ساعه ما مسك، 6 انتصارات متتاليه. اللعيبة عندها دوافع انها تكمل الانتصارات دي بالانتصار السابع، لو كانوا كسبوا النهارده كانوا يتقدموا على المقصه اكيد، كان هيحتلوا المركز الثالث. ففي دوافع كبيره جدا أكيد. عند لعيب نادي المقاولين. اما بالنسبه لنادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي المركز اللي هو فيه لا يتوائم مع نادي الاسماعيلي ولا لا يليق لعيبه النادي الاسماعيلي، وبالتالي اللعيبه عندهم مدرب جديد، في اللعيبه عندها دوافع انها تبتدي الانتصارات عشان يحققوا مركز متقدم، وخاصه انهم عندهم اربع ماتشات مؤجله لو حققوا فيهم المكسب هيبقى فعلا المركز اللي يتناسب مع مستوى واداء النادي الاسماعيلي. فمتوقعين ان كانت المباراه تبقى جيده يعني. اكيد كابتن بلال. بص، النهارده كانت مباراه يمكن جيده بالنسبه لي، يعني مباراه بين فرقتين، فرقه عندها طموح كبير جدا وعندها امل وعندها رغبه وامكانياتها كويسه، بتحقق نتائج طيبه جدا جدا مع مدير فني واعد كابتن عماد النحاس. طبعا كل التوفيق لعماد النحاس. وفرقه تانية النهارده اسم كبير وتحدي، تمام، وان هم عايزين يخرجوا من حته ان هم النادي الاسماعيلي النادي الكبير واللي بيتزايل قائمه الدوري، ده لا يتناسب مع امكانيات النادي الاسماعيلي ولا مع حجمه ولا مع اسم النادي الاسماعيلي طبعا. فكانت مباراة صعبة جدا على الفرقتين. عماد النحاس عايز يواصل ويتواصل الفوز ويكرر الفوز والمكسب، عنده فرقة إمكانياتها كبيرة جدا، عنده لعيبة إمكانياتها عالية، عنده تيم بيلعب بشكل جماعي جيد جدا، وفرقة تانية عايزة تخرج من كل الأزمات والمشاكل اللي هي فيها بتدعيمات جديدة، بمدير فني جديد تعاقدوا معاه، باسم نادي الإسماعيلي طبعا. فكانت المباراة صعبة جدا نفسيا في البداية على الفرقتين. عماد النحاس داخل عنده ثقة كبيرة، الاسماعيلي داخل عنده توتر عنده قلق بيلعب المقاولين العرب. كمان لما بتلاعب فرقه ميدو بتكسب كتير وامكاناتها كويسه والكوره او بلغه الكوره كوره ماشيه معاها، تبقى عندك مشاكل كبيره جدا. ان الفرقه دي فرقه منظمه، فرقه جماعيه مع مدير فني فاهم قاري بشكل كويس جدا كل الفرق اللي بيلعبها. يعني النهارده اتفرج على المباراه، الشوط الاول غير الشوط الثاني تمام. الشوط الاول المقاولين مسيطر مستحوذ مسجل اهداف، كان ممكن يسجل هدفين وثلاثه، وعنده ركله جزاء ما اتحسبتش النهارده، كان ممكن تقلب المباراه لشوط ثاني مختلف تماما للاسماعيلي. ضغط سبيريت عالي جدا، رغبه في الفوز على النادي الاسماعيلي. لا، كانت مباراه النهارده قويه جدا وامتعتني بشكل كبير جدا يعني. اكيد، خصوصا بعد خروج طاهر محمد طاهر مطرود يا كابتن اسامه. طبعا مؤثر، حتى الهدف اللي جه بتاع الاسماعيلي جه مباشره بعد خروج طاهر محمد طاهر. بالظبط. لكن المباراه في المجمل مباراه حلوه، دايما مباريات المقاولين والاسماعيلي من المباريات اللي فيها نديه وفيها كوره. عماد النحاس طبعا عامل حاله كويسه جدا في المقاولين العرب، 8 ماتشات 6 مباريات فوز، مباراه تعادل، النهارده هزيمه. لو احنا اتكلمنا على المدربين بعد التغييرات في الدوري، عماد النحاس عمل فارق في التغيير الفني في المقاولين العرب، عامل حاله كويسه مع المقاولين العرب. واللي بيميز عماد النحاس كمان في المقاولين العرب ان عماد بيقفل كويس، يعني ما شاء الله عنده خط دفاع قوي بيقدر يقفل، بيعتمد على السرعات القويه جدا عنده زي محمد طلعت اللعيب الكولومبي، طاهر محمد طاهر. فده اللي منجح المقاولين العرب انه مقفل وحاكم دفاعاته وبيشتغل على السرعات العاليه جدا عنده، فبيتعب اي فريق. لا، عماد النحاس عامل مباراه النهارده، ورغم الهزيمه مباراه كويسه. الاسماعيلي طبعا الدوافع عنده اعلى، مكانه الاسماعيلي السنه دي بيمر بظروف صعبه طبعا، رحيل عدد كبير من النجوم، دخل في في في, في مرحله طبعا، خرج من البطوله العربيه والمباراه الافريقيه، دخل في دوري المجموعات، لكن الاسماعيلي بقوته مش زي السنه اللي فاتت طبعا، بعد فقدان عناصر مهمه جدا في الفريق. لكن النهارده كانت مباراه مهمه، الثلاث نقاط كانوا اهم للاسماعيلي النهارده، قدر ياخدهم من المقاولين، لكن في المجمل كانت مباراه النهارده كويسه جدا. تمام كابتن ابراهيم، يعني يانوفسكي المدير البلجيكي الجديد للنادي الاسماعيلي كان محظوظ النهارده ولا كان يستحق؟ وعماد النحاس هل هو فعلا النهارده كان يستحق 3 نقاط؟
وطرد طاهر محمد طاهر اثر تاثير سلبي على الفريق ولا لا؟ بالنسبه الاول هبتدي من الاخر، بالنسبه لطاهر الحقيقه دي مش اول مره يطرد فيها ويعمل مشكله لنادي المقاولين. كان في مباراه مع نادي انبي الاسبوع الرابع، ونادي انبي يعني كانوا متعادلين الاول، وطاهر محمد طاهر اطرد ونادي انبي كسب المباراه 2-1. نصيحه لطاهر محمد طاهر يعني انه لسه ناشئ جديد ومستواه جيد مبشر وبيمسك ان هو يبقى في منتخب مصر ويبقى يحترف بره. هو دايما بيحتج على الحكام وبيقدم يعني دايما بيكلم الحكام وبياخد انذارات كتير وبياخد طرد كتير، فنصيحه ليه من لعيب قديم يعني. دلع يا كابتن ولا خلاص عشان طاهر بقى نجم وكل الاحزاب؟ لا هو دي عاده على فكره، انا متابعه من هو في الناشئين وهو في الناشئين كان كده. يعني هو في الناشئين كان بيحتج على الحكام وكان بيطرد في ماتشات الناشئين، بس ما كانش عشان هي مش جماهيريه فبالتالي مش متشافه، فبالتالي ما حدش كان بيقول. كانت لازم برضو المدربين بتوع المقاولين كان لازم يقدموا له النص والارشاد في المرحله العمريه الصغيره دي ان هو ما يعني ما يحتجش على الحكام وياخد انذارات وياخد طرد يعني. تمام، ده بالنسبه للطاهر محمد طاهر. تمام، بالنسبه لنادي المقاولين الحقيقه نادي واقف على رجله، اللعيبه بيقدموا مستوى جيد جدا طوال الشوطين. الشوط الاول كانوا متسيدين المباراه اكتر من الاسماعيلي بكتير. الاسماعيلي ما كانش ليه وجود خالص. اولا الاسماعيلي المدافعين بتوعه بيتميزوا بالبطء لا يتناسب مع السرعه بتاعه المهاجمين بتاعه المقاولين. المقاولين كانوا بيتميزوا بالسرعه، بالتالي تفوقوا على مدافعين نادي الاسماعيلي طوال المباراه، وبالتالي الاسماعيلي ابتدى ينكمش نظرا للجهد العالي اللي بيبذله لعيبه المقاولين زائد سيطرتهم على المباراه. نيجي بقى للشوط الثاني، الاسماعيلي ظهر بصوره ثانيه خالص غير الشوط الاولاني، بقى مستحوذ على كل يعني اجزاء المباراه، مستحوذ على اللعب، هو اللي بيهاجم دايما. المقاولين ليس له اي وجود الا في فترات قليله جدا، احرزوا هدفين، ابتدوا من الضربات الثابته، استغلوا ضربه ثابته قدروا يحرزوا منها الهدف التعادل. والجون الثاني مميز جدا من اللعيب محمد صادق، الحقيقه ده مستقبله اكثر من رائع. اكيد هنتكلم عنه بعد ما اخد المشرف العام على الكره بنادي المقاولين العرب مهندس محمد عادل. منور الدنيا يا باشمهندس. اهلا. الو. اهلا، مساء الخير. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا كابتن، ازيك؟ كله تمام. كله تمام. كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن احمد بلال، وكابتن اسامه حسني بمسوا على حضرتك. اهلا بيكم. اهلا بيكم كابتن. مش عايزك تبقى زعلان، يعني هي الكوره كده. وكان في النهارده كمان سوء حظ نادي المقاولين بطرد طاهر محمد طاهر، وكنتوا متقدمين وعاملين نتائج ولا اروع الفتره اللي فاتت يا باشمهندس، فمش عايزك حضرتك تبقى زعلان. لا، هو في بعض النقاط زعل ضربة الجزاء لما تبقى صحيحة 100%. اتكلمنا عليها والله. حصل المباراة لما يدي يعني هو كان فاضل انا على الخط الحقيقة، لما خدش انذار. يدي الفرقة كلها انذارات. يمكن بعد المخالفة دي يديني انذار برضه. في حاجة برضه تزعل يعني. الحكم لما يطرد لاعب يعني انا بقولها يعني واضحه، اعتقد ان الاستعان، لكن مباراه كره قدم او الاسماعيلي فريق فريق كبير فريق احترام. اولا حتى يعني دايما نزلوا ولاد عمنا، ده شيء يعني احنا الكره فيها برضو اللي الفوز والمكسب برضه اللي زعل برضه يمكن من ضمن الحاجات اللي انا مش تخزت ممكن تخلص المباراه في الشوط الاول وتخزت في الشوط الثاني. طبعا ده شيء يعني انا ارفضه تماما. تفتكر ليه يا باشمهندس؟ تفتكر ليه؟ ايه السبب؟ حضرتك بقول لك، حضرتك تفتكر ليه اللعيبه كانت بهذا الشكل الشوط الثاني تحديدا كمان؟ اعتقد يعني انها مش مشكله المقاولين بس، دي يعني للاسف اغلب الشعب المصري ان هم طبعا كسبانين 7 ماتشات قبل كده وتعادلوا 6 فوز، فطبعا في شيء لمحه من التعالي شويه على الكوره، ثقه في المباراه الشوط الاولاني
معلش يعني شوط عليا ما عملوش شوط كويس قوي رغم كل شيء كانوا ممكن يخلصوا نزلوا الشوط الثاني في شيء خطأ من الله والكلام ده طبعا مرفوض خلال الفتره دي بغض النظر عن مباراه كره القدم اللاعب عارف كويس قوي على قد ما نزل الكوره لازم دايما يعني ما فيش حاجه اسمها انت حققت شيء مع ما يكسب خمس ست ماتشات لسه انت ما حققتش حاجه بالظبط والمفروض تسعد لما تحقق بالظبط لما تيجي من المنظر ده فعلا انا زعلان لاسباب كثيره جدا شرحت جزء منها اكيد يعني كان نقطتين النهارده فقدهم نادي المقاولين كانت جديره ندخل نادي المقاولين في المركز الثالث يا باشمهندس وحضرتك كنت بتكلم مع حضرتك قبل كده بتقول ان يعني شكلنا وطموحاتنا بقت ابعد بكتير بعد الفوز اللي قدمه عماد النحاس والشكل اللي قدمه عماد النحاس مع نادي المقاولين العرب فاكيد نقطتين اكيد هتخليك زعلان نوعا ما اقول لك على حاجه مش سر يا كابتن اتفضل ميدو انا زعلان لان هم خسروا كتير قوي أن اللائحة كانت السعودية معاهم بالظبط شكلات بخياله مرة نبدأ نعد من الأول حاجات كتيرة اللاعب المصري يغفلها يعني في إيدك القدرة الفرقة كويسة بتلعب كويس أنت عندك المقدرة ده ليه يسيبك شيء من التعالي أو من الاستثمار ده الحقيقة شيء مطلوب بالنسبة لي إضافة طبعا إن طاهر يعني هتتحاسب كمان من بره على هذا الكلام لأن لسه شاب صغير ولا أود يمكن انا بقول الكلام ده عشان ما حدش يقول لا احنا عندنا في اللائحه وانا ضعفت الجزاء عليه علشان يتعلم لازم بدري قوي لازم لما يتعالى في هذا الشكل تبقى تصرف ثاني مره السنه دي يحدث منه هذا الكلام لازم واقفه معاه وهتبقى واقفه شديده شويه لمصلحته قبل اي شيء بالظبط بالظبط دي حاجه حقيقه فعلا كنا لسه بنتكلم فيها قبل حضرتك تدخل معانا كابتن ابراهيم كان بيتكلم على طاهر محمد طاهر تحديدا وقد ايه هو مكسب كبير للكره المصريه قبل ما يكون مكسب للمقاولين العرب وكمان ليه مستقبل احترافي بالحاله اللي بيظهر بيها لكن حالته العصبيه بتقلل منه كتير قوي يا باشمهندس. حتى لو ما كانش مخطئ يعني حتى لو ما كانش مخطئ تحديدا النهارده. نفس الشيء. انذار بدون ده عصب طول المباراه طرد الفرقه تبقى كسبانه 1-0 بالظبط تخرج الحقيقه كل الكلام ده لازم يبقى في وقفه معاه عشان نفسه الاول مقبول تماما يعني باشمهندس هل تعتقد ان حضرتك ممكن تصرف يعني سؤال انا عارف الباشمهندس محمد عادل شخصيا يعني لكن سؤال للاداره عموما هل المقاولين محتاج ان حضرتك كمشرف عام على الكوره تقف معاه في هذه الفتره تحديدا بعد هذا او هذه الخساره ولا ان انت فعلا هتفعل اللائحه؟ بص يعني احنا مع وقف مع الفريق طبعا وقف مع الفريق وان المباراه بتاعت الكوره بالعكس طبعا يجب ان انت في كل وقفه الفريق حظا وقليلا ولازم ان شاء الله وان شاء الله والله مع حد مش مباراه يعني انما زعلي شيء وقفتي بجوانب الفرقه والمدير الفني واللاعبين انا قصدي استغلال الحاله اللي كان على نادي المقاولين مش عايزين احنا انت عارف احنا قد ايه بنحب نادي المقاولين كلنا يعني او الشعب المصري كمان بيحب نادي المقاولين قوي مش عايزين الماتش النهارده ياثر على المسيره بتاعه عماد النحاس في الفتره اللي فاتت والحاله المعنويه العاليه جدا لنادي المقاولين اللي ظهر عليها في المباريات السابقه كان مطلقا بالعكس ده يعني بعد ما بس بنشدهم شويه لكن لازم نقف جنبهم عشان استمرار للحاله دي ونساندهم وان شاء الله برضه هيرجعوا لنفس الظروف تاني مباراه وعدد كل الظروف اكيد يا باشمهندس كل التوفيق لحضرتك كل التوفيق لنادي المقاولين وان شاء الله تكون يعني خساره عابره وعدت وان شاء الله ترجعوا للانتصارات مره ثانيه. شكله زعلان جدا. يا نايم زعلان. لا هو زعلان، هو انت لما يزعل بصوته كده. بس خد بالك طبيعي في كره القدم يعني برضه بص خلينا نتكلم كده فير يعني. طبيعي في الكوره انك انت هيجي عليك وقت يا كابتن هتخسر، وضع طبيعي جدا. بس وانا بخسر يبقى بخسر مثلا باد لاك زي النهارده كده مثلا، شوط اديت شوط والشوط الثاني ما اديتوش بشكل كويس، يعني النهارده لما نيجي نقسم الجيم يا ميدو هنلاقي المقاولين الشوط الاول استحواذ هجوم كل حاجه
فرقه قريبه من بعضها بتلعب في مساحات صغيره، الضغط من 3 4 لعيبه على كل مكان. يعني المولين النهارده بيلعب يعني لما الستايل بتاعه لما بيقطع منه الكوره بيضغط في نفس المكان، ما بيحاولش ان هو يلعب زون ديفنس ويستنى الاسماعيلي انه يتقدم بالكوره، لا بيضغط في نفس المكان اللي الكوره اتقطعت منه. بستايل لعب جديد شويه، مختلف شويه، ستايل اوروبا شويه. يعني عماد النحاس بيلعب بستايل مختلف شويه، ستايل بتاع اوروبا، لكن لما الكوره تتقطع منك بسرعه بتتحول على طول الحاله الدفاعيه للضغط على طول من نفس المكان. بالزبط. بالزبط. ما بترجعش تلعب زون ديفنس وتستنى الاسماعيلي هو اللي يهاجمك وبعد كده تبتدي تلعب منطقه او دفاع منطقه او دفاع راجل لراجل يعني مان تو مان. فالنهارده الشوط الاول لا عماد النحاس اجاد بشكل كويس قوي، كان ممكن يسجل هدفين ثلاثه الشوط الاول، دفاع الاسماعيلي كان مهلهل جدا الشوط الاول، المساحات بيدعم بعض، انت الاسماعيلي الشوط الاول بيلعب في الملعب كله، ما بيلعبش في مساحات صغيره، بالزبط. انت بطبيعه كره القدم انك بتلعب حوالي 40 متر 45 متر وبتتحرك فيها كتيم واحد. مطط الملعب قوي. بالظبط. صعب المباراه. الشوط الاول الجون الاول لو شفته كرة اتلعبت من الباك ليفت اتلعبت ورا الباك رايت، فين الباك رايت بتاع الاسماعيلي؟ مش موجود، موجود في حته ثانيه خالص، الثلاثه السرد باكات ثلاثه على ثلاثه، حتى كمان حاله الرجوع وانت بترجع تدافع، يعني الكره لما اتلعبت بالعرض اتلعبت مش فاكر مين طلعت لما لعب الكره بالعرض كان وراحت للي سجل الهدف حتى 3 على 3 كان طاهر اللي لعب الكره اعتقد والشيمي اللي حطها، لا طلعت اللي لعب الكره بالعرض والشيمي اللي حطها، طلعت اللعيبه بالعرض والشيمي اللي حطها وهو بيلعبها 3 على 3 على خط واحد على ال 18. طب فين اللعيبه اللي بتدافع؟ فين التيم؟ بعيد جدا تيم الشوط الاول مختلف تمام. الشوط الثاني الاسماعيلي ابتدى كمان وده بنحيي فيها المدير الفني بتاع الاسماعيلي، التغييرات بتاعته جيده جدا، تغييرات في مكانها الطبيعي، ادت شكل للفرقه. النهارده الاسماعيلي الشوط الاول بيلعب من غير سترايكر صريح، مش ممكن نادي زي الاسماعيلي يلعب من غير المان تارجت بتاعه، من غير الراجل اللي بيلعب على الجول، من غير الراجل اللي بيسجل اهداف. النهارده لما شلونجو نزل يا كابتن المباراه اتحولت تماما، كان مشارك في الهدف الاول، سجل الهدف الثاني، شارك في هجمات كثيره جدا الاسماعيلي، عمل ضغط كمان على لعيبه المقاولين. انت الشوط الاول لعيبه المقاولين المدافعين بيلعبوا بكل سلاسه مستريحين، مفيش حد بيضغط عليهم، مفيش حد بيكمل، مفيش حد بيروح، مفيش حد بينادي على اللعيبه اللي بتاعت نص ملعب عشان يضغطوا ويكملوا. بالزبط. لما نزل شلونجو وعمل وبقيت والتغييرتين الثانيين نزل جبت نزل عبد الرحمن مجدي ونزل بدل من عمر وحش ونزل بامبو عملوا كابتن عملوا يعني زياده على الدفاع حتى الهجوميه وعملوا ضغط بشكل كبير جدا تمام، فدى شكل النادي الاسماعيلي بشكل كبير جدا بشكل كويس جدا يعني. فالاسماعيلي سيطر، الخطوط ابتدت تبقى قريبه كمان الحاله كمان. طبعا مع الحاله مع طرد طبعا بتاعت الطرد بتاع طبعا طاهر ده اثر بشكل كبير جدا مع كمان الحاله الايجابيه اللي تحولت من دفاع الاسماعيلي من حاله سلبيه لحاله ايجابيه. انت الشوط الاول متولي حاله سلبيه جدا، يعني بيقطع الكره بطيء جدا في لعبه، مش بطيء كسرعه، بطيء في اللعب بتاعه، التحضير بتاعه بطيء جدا، بيفكر ببطء جدا. الشوط الثاني لا ابتدى يفكر بشكل سريع، ابتدى يكمل في الهجمات، ابتدى يعمل زياده عدديه، ابتدوا كمان يستغلوا حته النقص دي ويسجلوا الهدف الثاني وكان ممكن يسجلوا هدف ثالث. فلا فشابوه طبعا الاسماعيلي الشوط الثاني، هارد لاك طبعا لعماد النحاس، لان عماد النحاس عمل جيم كويس قوي في حدود برضه الامكانيات وفي حدود الطرد طبعا اللي حصل له، لانك انت لما بيطرد افضل واحد عندك تبقى عندك مشكله كبيره. بالزبط. يعني برضه المقاولين مش هنقول فرق مش هنقول الاهلي والزمالك اللي عنده البدائل المماثله، المقاولين ما عندوش البدائل المماثله. فالنهارده لما طرد افضل لعيب عندك في الفرقه اللي بيعمل لك النقله من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه اكيد لازم تتاثر بشكل كبير جدا. بالظبط. وكمان يا كابتن اسامه مع الكلام اللي قاله احمد بلال ان انت مستحوذ ومضيع وعامل كل حاجه في الشوط الاول، دي تزعلك اكتر، انت خرجت المباراه مهزوم. خلي بالك كان في نقطه فارقه في الشوط الثاني، الفرصه بتاعت محمد طلعت والنادي المقاولين العرب متقدم 1-0 كان ممكن يقتل المباراه تماما. الكره الانفراد اللي اخطا فيها على ما اعتقد متولي وراحت لمحمد طلعت وراح داس عليها وحط حب يحطها من فوق حارس المرمى لكن هي طلعت هي دي لو كان الهدف الثاني كانت الامور صعبة طبعا جدا على الاسماعيلي. بس ده وارد ان فيرودي ضايع، بس بتبقى في وقت معين انت لو احرزت فيه تبقى نقطه التحول خلاص، انت بتقتل الجيم زي الاهلي والداخليه. الاسماعيلي طول ما انت 1-0 عنده فرص ان هو داخل في المباراه، احرز الهدف الاول كان خطا من مدافع المقاولين حطها بدماغه والهدف الثاني شلونجو ده يعني النهارده خلي بالك التدعيمات، شلونجو تدعيمه من سموحه للاسماعيلي بالظبط ومعار، فالنهارده خلي بالك التدعيمات في الجزء الثاني او في النص الثاني من الدوري هيبقى ليها دور مهم جدا. انت تعرف ان شلونجو ما كانش هيتأيد النهارده؟ اي الاسماعيلي سدد جزء من المستحقات اللي عليه فتأيد في اخر لحظات. فالنهارده اول تدعيم للاسماعيلي في يناير، النهارده ثلاث ذهبيه طبعا ذهبيه. فانت النهارده التدعيمات النهارده كان زمان يا كابتن ابراهيم يا كابتن بلال اللعيب يجي ممكن يقعد شهر وشهرين وثلاثه لما حاله الانسجام تتم، دلوقتي خلاص الامور اتغيرت والكوره دلوقتي الدنيا بقت فيها سرعه دلوقتي. النهارده انت بتجيب اللعيب ممكن بمضي النهارده بيدخل ثاني يوم يدخل مع التيم على طول، نشوفه اساسي ان شاء الله. ان شاء الله نشوف رمضان صبحي ونشوف بما لا يضر
بانسجام واستقرار الفريق. النهارده ما ينفعش النهارده برده اجيب اربع خمس لعيبه يتم الدفع بيهم مره واحده، هنحس ان الدنيا مش موزونه. لا انا بيبقى عنصر ورا الثاني، يفضل عمليه الانسجام ويبدا احس بالقوام وبتشكيل التيم وبالانسجام اللي عندي. لكن النهارده النقطه اللي بيتكلم فيها كابتن ابراهيم على طاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر عنصر مباشر للكره المصريه، لكن النهارده يعني الانذار في انذار، ده انا بسميها قله خبره. النهارده يعني الدخله بتاعت طاهر بس الدخله دي انذار، يعني انا شايف ان هو جاب الكره الاول، لعب الكره الاول ممكن يبقى فيها تهور. النهارده انا لو لعيب وعندي كم من الخبرات وعندي انذار وشاف الدنيا، لا لازم اهدف لعبه زي دي. الكره حط برجله الاول قبل الكوره، قبل اللعيب، ما خلي بالك ممكن يبقى فيها تهور شويه النهارده او فيها قله خبره. انا النهارده ممكن الحكم يكون بيتلكك لي في لعبه ما، لازم انا بهادف الملعب حتى يعني اقدر اللعبه شويه، لو انا شايف ممكن تتحسب على لا اشيل رجلي، ان الفرقه محتاجاني تبقى قله خبره في الوقت ده. الانذار الاولاني، عشان انت قلت كلمه الحكم بيتلكك، الانذار الاولاني قاعد يتناقش مع الحكم دقيقه ونص طبعا، يا انذار بدون لازمه وبيشوح بايده وبيعمل لا الحكم النهارده كان صبور جدا، واضح ممكن تكون دي كان فيها تهور وكلام انه محتد جدا جدا جدا، فالحكم ما كانش هيديله انذار يعني في دي في الكلام، ما كانش هيديله انذار لولا هو احتد عليه وابتدى يشوح بايده فاحمد له انذار. هو حته يتلكك دي هو مستني له بقى. طب يعني النهارده محمد صادق يا كابتن ابراهيم كان ممكن محمد صادق كان ممكن يتطرد النهارده في المباراه بعد ضربه الجزاء اللي هو بيمثل يعني فيها دخل مش مثلا نقول هو يعني بس واخد فيها انذار واخد انذار 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 بس بيبقى صعب، خد بالك صعب يعني خد بالك يعني انت النهارده لما يبقى ليك بنالتي والحكم ما يحسبش مثلا يعني، وبعدين انت بتقعد تحتج كده والحكم يصبر عليك شويه، لما بتزود شويه بيديك انذار، لكن لدرجه توصل لدرجه طرد ما اعتقدش. انا اعتقد الحكم خلاص بيبعد، هو ما اعترضش، هو زق الحكم من ضهره، لا مزقوش، هو هو لا هو حط ايده لمس، هو لمسه بس مزقوش او لمسه يعني عارف العادي يعني العادي عشان بس الحقيقه محمد صادق برضه نديله حق الحقيقه، لا ده لعيب هايل النهارده، التحرر اضافه حاجه لا في الهدف الثاني كمان بتاع الاسماعيلي لما عدى خد الباك رايت اسمه طيطه طيطه الباك رايت خده في ظهره وراح وعملها بالعرض لشرون عملها جون لا محمد صادق لعيب كويس حتى في المنتخب الاولمبي عامل برضه دايما دايما لعيبه الاسماعيلي بيجيبوهم مع الفرازه تحس ان هم فعلا حريف الكوره لعيب الكوره حريف الكوره محمد صادق فعلا عدى النهارده بطريقه شبر في شبر طبعا عدي وناحيه الشمال وراح حط الكوره للشمال محمد مجلي المدافع كان عنده فرصه انه يعمل تاكلينج ويطلعها كورنر في وقت من الاوقات في الكوره دي عشان كده بقول لك الخبرات لعبت هو قلق من ضربه الجزاء خلاص وحطه في ظهره في ضربه جزاء ما صادق كمان لعيب كوره قوي فراح حطه في ظهره يا اما بقت ضربه جزاء يا اما بس هي التوجيه كمان يعني بنعيب على مدافعين المقاولين عدد كبير جدا موجودين عدد كبير من المدافعين المقاولين انما ما فيش ماسك فيش رقابه ما فيش حد ماسك شلونجو هو بيحط الهدف لوحده متحرك خالص جاي له وبص وعملها في الزاويه البعيده اللي انت كنت بتتكلم فيها المره اللي فاتت اللي هو لف وحطها في البعيد لف بطن رجله وحطها في البعيد بس عارف ميدو في مشكله عند لعيبه المقاولين حتى كمان في الشوط الاول يعني المقاولين بيدافع كويس قوي قريبين الخطوط من بعضهم ولكن بيدافعوا على يعني دايما الباك رايت والباك ليفت واقفين على ال 18 في حدود ال 18 يعني بيدوا فرصه قوي للوينجين او الجناحين بتوع الاسماعيلي ان هم يروحوا يلعبوا واحد ضد واحد ممكن يرقص ممكن يعمل عرضيات وده اللي حصل خد بالك برده الشوط الثاني بس الكره الحديثه كده خد بالك لا الكره الحديثه مش كده انا اسيب بسيبك تشتغل تمام وتعمل العكسيه لكن اول ما بتعمل العكسيه انا بضغط على طول لكن ما بسيبش المساحه انك تشتغل ما بسيبش واحد واقف لوحده لا يعني هو تمام؟ هو عماد النحاس بيعمل ايه دايما بيقفل العمق الدفاعي شويه بيحاول يقلل واول ما يستلم بيعمل السبرنت عشان يقفل انا بقول لك الكلام ده تعمله امتى غير بقى طب اتفضل الكلام ده انا اقصد الكلام ده بيتعمل بقول لك لما الكره تبقى عكسيه من اليمين للشمال بتتلعب الكره عكسيه انت بتسيب الناحيه العكسيه فاضيه وبعدين لما بتتلعب بتبتدي ترحل الباك لو بتلعب ناحيه الباك رايت بيبتدي يرحل وبعدين اللعيبه بتبتدي ترحل في كده وفي تمام انما تدي بس خد بالك الكره لما بتلعب كروس تبقى 50% 50% يعني خلينا ما خلوش يعمل كروس ما ده اللي انا بقوله النهارده لعيبه المقاولين في بعض من الاوقات بتسيب اللعيب يستلم الكوره على اطراف الملعب على اطراف الملعب باك ليفت او الباك رايت بيسيبه يستلم على اطراف الملعب يبقى هو هيعمل كروس بس تبقى صعب جدا هو بيستلم لازم اضغط عليه يعني النهارده مثلا النهارده صادي ما هو استلم فاضي لوحده خلاص فاستلم خلاص واحد ضد واحد وعنده مهاره وعنده سرعه فعدى ما عندوش مشكله في الحته دي فانت لما بتسيب الواحد تدي له مساحه وتدي له وقت وهو عنده مهاره طبعا. وعنده سرعه خلاص انتهى الموضوع زي الهدف وزي قبل وبرده في كور كتيره جدا الشوط الثاني صادق بيروح لوحده ويعمل ضد واحد ضد واحد يروح باهر المحمدي الشوط الاول بيروح واحد ضد واحد ويعدي ويروح كتير جدا حتى كمان الاسماعيلي برده كان كده الشوط الاول يعني انت لو شفت الاسماعيلي الشوط الاول يعني برده واحد ضد واحد على طول في مساحه انك تشتغل فيها ده واحد ضد واحد ثلاثه على ثلاثه
فكان صعب جدا طبعا على المقاولين، خاصة كمان بعد الزيادة العادية طبعا بتاعت الإسماعيلي والجرأة كمان الهجوميه اللي جات لهم بعد ما سجلوا الهدف التعادل، بقى في جرأة هجوميه غير عاديه. لا التغييرات كمان بتاعت مدرب الاسماعيلي هايله النهارده، محتاجين نركز على الحته دي اصلا مكان الشامي وبعدين نتكلم في التغييرات زي ما انت عايز. وكريم تعالى نتكلم في الحته اللي بيتكلم فيها بلال دي مهمه جدا، خلي بالك الباك رايت او الباك ليفت يقفل يقفلوا عمق الملعب بالظبط، بس ما يديش فرصه ان هو المهاجم يستلم ويلف وشه ويعمل كروس او يروح عليه باريحيه. انت شايفها ازاي؟ انا شايف ان يعني اسلوب عماد النحاس اول ما تولى المقاولين العرب وده اللي نجحه في كل المباريات اللي فاتت، هو دايما عنده دفاع محكم خاصه في قلب الملعب. جميل. يعني دايما بيقفل قلب الملعب. جميل. بشكل كويس وبيعمل كثافه دايما في قلب الملعب. اول ما الكره تتنين ناحيه اليمين بيبدا عمليه الترحيل او ناحيه الشمال عمليه الترحيل، فدايما عنده حتى دايما اللي بيمنع الهجمه هم الثلاثه او الاثنين سواء ابراهيم صلاح او طيطا او ميجالي، ازاي يقفل يعني كمان الحته بتاعت القلب قدام عمق الجول قدام المساكين. تمام. وبيعتمد على السرعات. تمام. واللي منجح كمان عماد النحاس ان ما شاء الله ادواردو اللاعب الكولومبي ومحمد طلعت وطاهر محمد طاهر لعيبه عندهم سرعات بالزبط. ممكن يقدر يشتغل في مساحه 70 80 متر. النهارده لما انت بتدافع على ال 18 بتاعك عندك الادوات اللي ممكن تشتغل بيها. ممكن في وقت من الاوقات بنشوف احمد علي ما عندوش السرعات لكنه بيبقى محطه كويسه، محطه ان انا لو كره من تحت محمد سمير راحت لاحمد علي بيقدر يقف عليها بيجي بقى السرعات. فالنهارده اللي منجح فرقه المقاولين النهارده اكتشاف محمد طلعت، يعني كان ابتدى مع كابتن علاء نبيل كان بيلعبه على الوينج، لا محمد طلعت النهارده بيجيد في حته راس الحربه. لويس ادواردو برده بدا يظهر بشكل كويس مع عماد النحاس واداله ثقه واداله نشاط كتير فبدا يظهر بشكل كويس. طاهر محمد طاهر كل مباراه بيلعبها بدا ياخد خبرات كبيره في الدوري الممتاز فبدا يتقل رجليه في الملعب، فده اللي منجح المقاولين العرب. لكن هو اللي يعني وكمان النقطة المهمة اللي بتنجح عماد النحاس ان بينقل الهجمة بسرعة من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية بسرعة. النهاردة انت ممكن تاخد وقت في عملية الاستحواذ والنقل والباص، ده بيعطل. النهاردة عماد النحاس اول ما بتقطع الكرة تقدر تشتغل اللونج باص على السرعات الموجودة عندك قدام. قول لي بقى على التغييرات اللي كنت عايز تتكلم عليها. لا التغييرات الاسماعيلي طبعا هي اللي نجحت فرقة في الشوط الثاني، نزول شيلونجو وده يعني مهاجم هداف عنده حساسية أكبر محمد شامي، طبعا نزول عبد الرحمن مجدي وكريم مبو خلاص بدأ يتحرر من الناحية الدفاعية، بدأ يبقى عنده الكثافة الهجومية، دي اللي ادت الإسماعيلي الشوط الثاني المكسب. وكان دوافع الإسماعيلي أكبر، الإسماعيلي يعني لو احنا بنتكلم على المقاولين وسلسلة الانتصارات لكن الإسماعيلي النهارده كان دوافعه أكبر إن هو عايز يفوز وعايز يطلع بالثلاثة بنقط. تمام. عايز تتكلم في حاجه في لا هو اضافه للكلام ده الشوط الاولاني طب استاذنك اسف فاخد كابتن احمد قناوي نجم الاسماعيلي والمدرب العام نادي الاسماعيلي. كابتن احمد اهلا بيك. كابتن ابو حميد ازي حضرتك؟ ومنورنا في قناه الاهلي. نجومك اللي معاك في الاستوديو معايا كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني بيمسوا عليك. طبعا كباتن كبيره كباتن مصر كلهم طبعا كوره. اهلا بيك كابتن ومنورنا والف مبروك. ثلاث نقاط غاليه جدا جدا جدا. والله الحمد لله يا كابتن عبد الحميد، انت عارف وضع النادي الاسماعيلي في الدوري العام مش ده المركز ولا الوضع اللي يليق بالنادي الاسماعيلي. كان في ضغوط كبيره جدا علينا عشان خاطر ترتيبنا ووضعنا في الجدول ما كانش مناسب خالص ولا امكانيات النادي ولا امكانيات اللعيبه اللي موجوده، ولكن الظروف اللي حطينا فيها وكان في بطوله العربيه قصدهم مشاركين فيها والبطوله الافريقيه حاليا مشاركين فيها، ولكن الحمد لله يعني كل ملف كنا واخدينه لوحده والحمد لله. دي اول مباراه بعد تقريبا 40 يوم ولا 41 يوم بعيد عن الدوري، زائد الضغوط اللي كنا عليها بسبب الترتيب اللي احنا فيه، ولكن الحمد لله النهارده ربنا وفقنا بمباراه خارج ارضنا من الاربع مباريات المؤجله لينا من الدور الاول. انا باخد الاربع مباريات المؤجله من الدور الاول دي واحده منهم، وان شاء الله يوم السبت واحده ثانيه مع الداخليه مباراه ثانيه ان شاء الله باذن الله. يعني يانوفسكي يا كابتن احمد عنده صعوبات كتير جدا الفتره اللي جايه، ازاي يرجع بالاسماعيلي شكله ومكانته الطبيعيه في الترتيب العام في الجدول جدول الدوري ممتاز، وكمان عنده مجموعه افريقيه انا قلت عليها مجموعه مميته. والله يا كابتن عبد الحميد يعني اولا يعني انا شايف الدوري صعب جدا الموسم دوت. لو تفتكر الكابتن حميد وكمان المواسم اللي فاتت ده موسم استثنائي. كان في ان الفرق مترسمه ثلاث تلات في الدوري العام، ثلث فرق قدام، ثلث وسط، وثلث تملي بيبقوا في الترتيب في اخر
الثلث الاخراني في الجدول. بالزبط. الموسم ده يعني متغير تماما. وبالتالي بص على الفرق اللي ما كانت موجوده من اسبوعين ثلاثه في الدوري العام، كان مين الاسامي اللي الناس اللي تحت اللي في الفرق؟ اسامي فرق كبيره، كله كبير، كله فرق كبيره فعلا. شايف البنات متوزعه جدا على الدوري، مش هتلاقي فوارق كبيره جدا بين الاول والثاني والثالث ولا حتى ال 11 وال 12. الصغير بيكسب الكبير، الفرق اللي هي في النواحي الفنيه او اللي اسمها قليل شويه بدات بتكسب فرق كبيره في الدوري العام. ولذلك البنات متوزعه على الفرق كلها. في صعوبه جدا في بيراميدز دلوقتي بيدفع الاهلي بيدعم دلوقتي، الزمالك بيدعم، الاسماعيلي بيدعم، كله عايز يبقى في المكان المناسب، مش عايز ينزل مش عايز ينزل. انا شايف موسم استثنائي جدا للدوري المصري، والمستفاد كله طبعا جمهور الكره المصريه. اكيد اكيد يا كابتن، لكن عندكم مجموعه يبقى الاسماعيلي حتى لو بيطلع لاعبين، يبقى الاسماعيلي دايما معاه مجموعه مميزه جدا من اللاعبين يا كابتن احمد، تقدروا ترجعوا بيه لشكل الاسماعيلي، وتقدروا كمان تروحوا بيه للطريق اللي انتوا عايزينه في افريقيا. احنا والله يعني ان شاء الله مش قلقانين، يعني احنا عندنا لعيبه زي ما حضرتك قلت، التمالي الاسماعيلي بيجيب لعيبه كويسه او بيطلع من ناشئين لعيبه كويسه. احنا عندنا في كل مباراه لا يقل عن خمس ست لعيبه تحت السن موجوده، بس الناس مش حاساهم عشان بيلعبوا بقالهم فتره. بالزبط. عبد الرحمن مجدي تحت السن، صادق تحت السن، احمد ايمن تحت السن، كذا وجيه تحت السن، كذا لعيب تحت السن معاك، الناس مش حاسه على اساس ان هم موجودين من فتره في الملعب. والنادي من منتصف العمر عندنا صغير جدا، ده لسه ما شاء الله قدامه وقت طويل، عندنا يعني 2-3 خبره في الفرقه، انما الباقي كله متوسط اعمارهم ما بين 23-24 سنه. ان شاء الله احنا بنبني فرقه، وان شاء الله الصفقات اللي تيجي النهارده شفنا شلونجو اول مشاركه ليه معانا، يعني لعيب كويس جدا هيبقى اضافه لينا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن، ولكن بتبني ان شاء الله بامر الله، الفرقه ان شاء الله بامر الله، يعني عايزين مسانده الجميع. انا عارف كل الناس بتحب النادي الاسماعيلي وبتحب الاستاذ الاسماعيلي اللي فاضوا، اكيد اكيد مساندة الجماهير اكثر واكثر لينا الفتره ان شاء الله. اكيد كابتن احمد قناوي نجم الدراويش والمدرب العام لنادي الاسماعيلي، كل التوفيق ليك، وان شاء الله ترجعوا بالاسماعيلي لمكانته الطبيعيه في الدوري العام. شكرا جدا. شكرا يا كابتن. اتفضل يا كابتن. عايز اكمل الكلام بتاع الكابتن اسامه. الشوط الاولاني ليه المقاولين احسن؟ لانه هو متوقع، عماد النحاس متوقع ان الاسماعيلي ليس عنده حل الا انه يكسب، فبالتالي هيبقى مندفع للهجوم شويه، اعتمد على الهجمات المرتده، وبالتالي عنده الحاجات اللي تساعده على الهجمات المرتده. عنده خط الهجوم الثلاثه بيتميزوا بالسرعات العاليه جدا، اللي هم سرعاتهم اعلى من مدافعين النادي الاسماعيلي، وبالتالي قدر يستحوذ على اغلبيه الشوط الاولاني، وكان شكله احسن بكتير، واللياقه البدنيه والذهنيه عند لعيبه المقاولين طوال المباراه على فكره واقفين على رجلهم كويس قوي بدنيا. قدروا يستحوذوا فعلا على الشوط الاولاني. الاسماعيلي كان بيلعب وهو قلقان شويه من الماتش عشان موقفه في الجدول. لما ابتدى يتحرر الشوط الثاني ابتدى اللعيبه بتلعب باريحيه، والتغييرات اللي اتكلم عليها الكابتن اسامه ساعدت نادي الاسماعيلي ان هو فعلا يركب المباراه زي ما احنا بنقول، وكان شكله احسن بكتير، وكان ممكن فعلا يسجل اكتر من الهدف ده لو هم برضو مش قلقانين شويه. فبالتالي الشوط الثاني كان الاسماعيلي، وانا بحيي المدرب بتاعهم في التغييرات بتاعتهم الحقيقه. شلونجو اضافه للنادي الاسماعيلي، وهيعمل شكل جديد جدا للنادي الاسماعيلي، زي ما بنقول على لويس ادواردو اضافه للنادي المقاولين. في الشوط الاولاني بيتميز بالسرعه والمهاره والحاجات العاديه اللي بيعملها، بنقول شلونجو هيبقى حاجه كويسه قوي مع النادي الاسماعيلي في الراوند الثاني ان شاء الله. اكيد، مبروك نادي الاسماعيلي، 3 نقاط مهمه جدا، وهارد لك لعماد النحاس ونادي المقاولين ان شاء الله يكون القادم افضل. لصارتي في حسام حسن والاهلي في بيراميدز، مباراه مهمه جدا هنناقش فيها نجوم السود التحليلي وتوقعاتهم عن هذه المباراه بعد هذا الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، هنتكلم في هذه الفقره عن مباراه الاهلي وبيراميدز يا كابتن بلال. مباراه مهمه جدا ليها اهميتها، الجمهور مستنيها، فرقتين بيلعبوا كوره قوي، لكن يبقى الاهلي هو الاهلي. طبعا اهميه المباراه جايه من النادي الاهلي بيلعب، يعني ترف فيها، يعني الاهلي هو اللي بيدي الاهميه لاي مباراه، يعني اكيد
أكيد. كتير جدا اتفرجنا على ماتشات للبيراميدز ما كانش حد بيسمع يعني ما كانش ليها اهميه كبيره يعني. أكيد. طبعا نادي كبير يعني موقعه في جدول الترتيب موقعه كويس تاني في جبهته هياخد منك اللقب اسامه اسامه شايفه بيحضر القنبله عايز يقول لا لا خالص والله بس انا بتكلم انا بقول الحقيقه لا دي حقيقه يعني اي مباراه الاهلي طرف فيها مباراه مهمه حتى لو كنت بتلعب مع مين اكيد تمام لكن بيراميدز فريق كبير في الدوري العام ماشي بشكل كويس قوي امكانياته كبيره هو ترتيبه الثاني دلوقتي لعب 15 مباراه فاز في 8 مباريات تعادل في 6 ما خسرش غير في مباراه واحده كانت امام الاسماعيلي برضه مسجل نسبه من الاهداف عاليه مش قليله 25 هدف وداخل مرمى 13 هدف يعني تتكلم برضه يعني هجوم كويس ودفاع مش قوي برضو يعني مش هو الدفاع الاقوى بالنسبه او مش هو الدفاع القوي جدا ان انت تخاف منه يعني ما يدخل فيه 13 هدف في 15 مباراه يعني انت بتتكلم في كل تقريبا في كل مباراه بيدخل فيك هدف يعني عندك مشكله في الحته برضو الدفاعيه ما بتقدرش انك تدافع بشكل جيد جدا يعني ودي بقى خد بالك برضو بتبقى مشكله الفرقه الكبيره اللي بتهاجم مشكلتها برضو ان انت بتهاجم بشكل مكثف بتهاجم بطرق مختلفه تبقى عندك مشاكل في الحته الدفاعيه الكاونتر اتاك بالنسبه لك بيبقى فيه ازمات في مشاكل خد ما هو ما انا بتكلم على فيك 9 اهداف و12 مباراه ما انا بقول لك دي مشاكل الفرق الكبيره اللي بتهاجم مش بس بيراميدز بنتكلم برضو على الاهلي بنتكلم على الزمالك بنتكلم على الفرق برضو اللي هي بتلعب بالشكل الهجومي المكثف يعني تمام خد بالك الفرق دي برضو في معظم الاوقات زي ما بيحصل كده او زي ما حصل مع النادي الاهلي لما بيدخل فيك هدف بتتحول بشكل كبير يعني هو يعني ايه اللي اختلف قبل كده كنت بتجيب جوال لكن ما كانش بيدخل فيك جوال صح مزبوط. هل هو كان عندك تواجد دفاعي قوي ولا هل الفرق المنافسه طمعت دلوقتي ان هي يبقى ليها تواجد حتى مع الاهلي الزمالك اي فرقه كبيره بص هقول لك حاجه هما الاثنين اولا انت الدفاع عندك فيه مشكله بقاله فتره يعني وخلينا برضو نحط سبوت على الحته دي الدفاع عندك فيه مشكله بقاله فتره دفاع النادي الاهلي برضو بيعاني شويه تمام انت بيدخل فيك اهداف في كل المباريات انت يعني انت ماتش الاتحاد دخل فيك 4 اهداف نتيجه يعني عدد اهداف كبير جدا ماتش الترجي دخل فيك 3 اهداف فانت النهارده عندك مشكله في الحته الدفاعيه المشكله دي تكمن الاول في قلب الملعب رقم واحد قلب الملعب كان عندك قوي جدا انت النهارده قلب الملعب يعني نص ملعب يعني الاثنين الميدفيلدرز بتغير كل ماتش يا كابتن ما بتلعبش باثنين ثابتين ما بتلعبش باثنين هم لا كل ماتش بتغير يا عاشور مش موجود يا سوليه مش موجود يا هشام محمد مش موجود تركيبه نص ملعب عامله زي الاثنين السنتر باكس الاثنين السنتر باك لازم يكونوا الاثنين موجودين مع بعض عشان يبقى في انسجام ما بينهم الاثنين انت عندك نص ملعب ما فيش انسجام بتغير كل شويه لعيب عندك برده الاثنين السنتر باكس اللي موجودين الاثنين مساكين بالنسبه لك برده عندهم مشاكل كل شويه واحد موجود واحد ما بيلعبش فما فيش حته الانسجام دايما وانت بتلعب يا ميدو في الملعب بيبقى في اماكن محتاجه يبقى انت ما بينك وما بين اللعيب اللي بيلعب جنبك بينك وبينه حته ترابط شويه بالظبط زي حتى كمان الفرود عارف تبقى عارف ان انا مثلا الكره لما تيجي على القريبه اسامه كان بيلعب معايا يا اسامه انت هتروح تاخد البعيد انا لا انا هاخد القريبه طب انزل انت يا اسامه وانا هلعب في البوكس لا انزل انت يا بلال خصوصا الاماكن الحيويه في الملعب بالظبط اللي هم ايه راس الحربه عمود الفقري بالظبط راس الحربه نص الملعب الاثنين المساكين لازم يبقى في ترابط ما بينهم يعني لازم يبقى في لغه حوار ما بينهم النهارده الاهلي بيغير كل شويه في الحتتين دول ما عندوش ثبات في الحته دي اضطراري بتغير ان انت عندك اصابات كل شويه فعندك في مشاكل في الحته دي بالاضافه ان الفرق ابتدت تلعب الفرق الكبيره بالشكل ده بدافع كويس قوي بلعب على هجمه مرتده بحط اثنين سرعة هم كل الامكانيات ان هم عندهم سرعه كبيره جدا تمام. بيقدروا ان هم يشتغلوا عليها في الحته دي فعشان كده في مشاكل في الفرق الكبيره لكن الاهلي مباراه قويه طبعا نادي الاهلي مركز بشكل كويس قوي عايز يرجع الدوافع موجوده الترانسفير اللي عمله النادي الاهلي بالنسبه للعيبه عمل نقله كبيره جدا اللعيبه اللي موجوده كلها مستواها عالي جدا بتتكلم في ليفل تاني مختلف شويه بتتكلم بقى لعيبه جايه من اوروبا لعيبه جايه من بره لعيبه محترفه لعيبه انت دعمت بيها بشكل كويس جدا يعني كل اللعيبه اللي جت النادي الاهلي اعتقد دول سوبر ستارز من وجهه نظري هيضيفوا بالزبط. للاهلي بشكل كبير جدا اتمنى وجودهم في المباراه اللي جايه بالظبط كابتن اسامه رمضان صبحي احتمال كبير قوي يبقى لعيب ستاندنج الماتش اللي جاي الناس اتكلمت على الفلوس بتاعته وفلوس كتير ومش عارف ايه ما اتكلموش عن قيمه رمضان صبحي ما اتكلموش عن لعيب جاي لك من الدوري الانجليزي على سبيل الاعار ده سؤال السؤال الثاني هل اختلف الشكل الفني للمباراه بتواجد حسام حسن طبعا هيضيف لها حماس مباراه الاهلي وبيراميدز مباراه قويه هي المباراه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي تمام. لان النادي الاهلي هو النادي البطل هو اللي بيلعب على بطوله فهو دايما يعني اللي بيسعى للفوز في كل مباراه فهي مباراه مهمه للنادي الاهلي عشان يواصل عمليه تصدر او المنافسه على البطوله بالنسبه للقيمه الماليه بتاعه رمضان صبحي وشفنا الاعلام الزملكاوي اللي طالع
بيحللوا الدقيقه بتاعت رمضان صبحي وبيحللوا رمضان صبحي في المباراه هيبقى بكام. طب حميد حداد فين اللي دفع فيه 2.5 مليون دولار؟ ما لعبش غير شوط من اول السنه. طب فين الكتيبه اللي كانت قاعده كلها في كل موسم بنشوفها وفي اخر السنه ما بتقدمش شيء؟ النهارده النادي الاهلي السنه اللي فاتت لو احنا بنتكلم النادي الاهلي خد دوري مصري وخد سوبر مصري، في المقابل الزمالك بالاموال اللي دفعت دي كلها خد بطوله الكاس، وما ادراك بطوله الكاس اللي احنا شفناها مع التحكيم المصري، وشفنا المهندس فرج عامر وقتها كان بيناشد وعايز حكام اجانب وفي الاخر اتفرض عليه حكام مصريين. فالنهارده مش عايزين نزايد على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيشتري بكام وما يشتريش بكام. النادي الاهلي السنه اللي فاتت ما شاء الله كمان بيوصل للنهائي الافريقي، ونادي الزمالك المنافس بيخرج من 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 اول دور في الكونفدراليه. عايز ارجع تاني للمباراه، هكمل لك يا اسامه. انا ايه المشكله ان انا اشتري واحد حتى ب 100 مليون طالما هيفيدني، طالما هيدخل لي بطوله، طالما هيعلي سعر الكلام، ما عنديش مشكله في الحته دي. يعني انا اصل الكوره النهارده بقت عرض وطلب، صح؟ تمام، الكوره النهارده عرض وطلب. انت بتشتري، انا ممكن اشتري لعيب ب 2 3 4 مليون، انا النادي الكبير ما عنديش مشكله. انا معاك، انا معاك. النهارده لما الاعلامي الزملكاوي يطلع وصحفي زملكاوي يطلع يتكلم يقول لك اصل رمضان صبحي واقف المباراه عليه ب 500,000 جنيه. تقف 500,000 جنيه. تقف. طب النهارده، طب فين حميد احداد اللي ب 2.5 مليون دولار؟ حد شاف حميد احداد؟ لا بس هو شوط من اول السنه في 2.5 مليون دولار استفاد منه في ايه نادي الزمالك؟ بص انا النهارده ما ينفعش. عندي وجهه نظر يا اسامه في الحته دي. انا بقول ايه؟ النهارده سيبك من اللعيب، النهارده ثمنه في الماتش ب 500,000 جنيه او 500,000 دولار او يعني اوت ايفر الرقم قد ايه، لكن انا بتكلم في حته معينه. انت القيمه التسويقيه بتاعت النادي النهارده لما بتيجي تتعاقد مثلا مع شركه مثلا برزنتيشن عشان تيجي تاخد الدوري او تاخد اسم النادي الاهلي، ما هي القيمه التسويقيه دي بتيجي من اللعيبه والامكانيات اللي موجوده. انا النهارده امكانيات اللعيبه عندي ايه؟ انا عندي مين؟ عندي كام لعيب ثمنه كام؟ تمام؟ عندي اللعيبه اللي عندي دي بتاهلني ان انا اخد بطولات قد ايه؟ البطوله مش معناها ان انا باخد 5 مليون دولار ان انا خدت بيهم بطوله افريقيا اسامه، او مثلا 2 3 4 مليون جنيه خدت بيهم دوري عام. لا، القيمه التسويقيه اكبر من كده بكتير. لما باخد بطوله كبيره زي افريقيا بلعيب زي رمضان صبحي، ولا لعيب زي جيلاردو، او لعيب مثلا زي حسين الشحات لو جه النادي الاهلي، انت القيمه التسويقيه بتعلى بشكل كبير جدا. فانت عندك اصبحت في قيمه ثانيه مختلفه عن القيم اللي بتدخل لك كنادي. الانكم اللي بتدخل لك من البطولات ده قليل جدا، لكن انت كنادي تقييمك انت كنادي بالنسبه للعود اللي بتعملها اكبر بكتير جدا. النهارده الاهلي لو راح كاس العالم للانديه الموضوع بيبقى مختلف تماما. وبعدين رمضان الشحات بقى، لا رمضان الشحات غير بقى العبد المال، غير العبد المال. خلينا نتكلم عن القيمه الفنيه لرمضان صبحي. بيقف على الكوره؟ طبعا بيقف على الكوره. لو خلي بالك لما بيقف على الكوره في ناس بتزعل، واحنا عايزينه ان شاء الله الفتره الجايه يعني يقف على الكوره كتير. شوف حاجه، الناس اللي بتتكلم رمضان صبحي جاي بكام؟ احنا بعناه بكام؟ ايوه احنا بعناه بوقت اكبر بكتير قوي من الرقم اللي هو جاي بيه. الناس ليه ما بتتكلمش عن الامكانيات بتاعه النادي الاهلي والقيمه التسويقيه اللي هو بيسوق بيها لعيبته؟ لعيبته بتتمتع بسمعه فنيه عاليه جدا، وبالتالي لما بيجي يبيعهم بيبيعهم بسعر عالي جدا. سواء هو بقى جابهم بقى بالرقم اللي هم قاعدين يزايدوا عليه فما حدش يتكلم علينا. يعني فاحنا عايزين نتكلم بقى عن رمضان صبحي كقيمه فنيه. اكيد قيمه فنيه، هيكون اضافه في النص الثاني من الدوري. رمضان صبحي عندنا محمد محمود لاعب وادي دجله، لعيب عنده شخصيه برضه ما شاء الله. واهم حاجه بتميز محمد محمود برغم يعني صغر سنه ان هو لعيب عنده شخصيه داخل الملعب. عندك برضه محمود وحيد الباك ليفت عندك اللي دخل يقدر يديك حلول تاني، يبقى مع علي معلول. علي معلول ممكن تحطه في الحته اللي قدام، تحط محمود وحيد، يعني هيبقى عندك يعني مساحه او قماشه من اللعيبه تقدر تشتغل بيها بمساحه كبيره. عندك جيرالدو برضه، جيرالدو لعيب كويس ولعيب قوي ظهر في بطوله افريقيا بشكل مميز. عندك صالح جمعه اضافه تقدر تشغله في الحته اللي بيلعب فيها ناصر ماهر، تقدر تشغله في الحته بتاعت الهاف ديفندر. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا بنجيب لعيبه عشان دوري الابطال. طب يعني اللي بتوديك فين؟ بتوديك كاس عالم الانديه. كاس عالم الانديه صح. فانت لازم تجيب لعيبه على قد الحدث اللي انت بتلعب فيه. بالظبط. عايز اخدك بقى لحته ثانيه. لو هلعب كونفدراليه هجيب لعيب يلعب كونفدراليه. هو كل يعني حسب القماشه اللي انا بشتغل فيها. ما انا بتكلم في كده. صح. هو النادي الاهلي لا النادي الاهلي بيعرف ينشئ كويس على اللعيبه الكويسه الحقيقه. يعني مجموعه اللعيبه اللي قالها اسامه دي مجموعه هتعمل طفره في النادي الاهلي سواء في المراكز الشغة. احنا بس عندنا مشكله في المساكين شويه، لان الاصابات بتاعتهم كتيره. ان شاء الله باذن الله هم هيبتدوا يرجعوا، برجوعهم
الامور في النادي الاهلي هتبقى مستويه زايد. الاضافات اللي جايه في الدور الثاني دي اللي قالها الكابتن اسامه كلها هتعمل شكل ثاني للنادي الاهلي ان شاء الله. طيب. الحاجه الثانيه يا كابتن ميدو بقى واحنا بنتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز هتبقى مباراه قويه، في مفاتيح لعب هنا، مفاتيح لعب هنا، وفي يعني عناصر خطوره وهنا عناصر خطوره. يعني النهارده ليه ما بقاش الجمهور موجود؟ يعني النقطة برضو اللي بتساءل فيها عشان النهاردة عدم حضور الجمهور. النهاردة الناس إيه؟ يا كابتن ميدو الناس النهاردة كانت بتطالب بتقول لك عايزين يبقى في عدالة في مسابقة الدوري. لا عدالة بمعنى ان الاسماعيلي يعني زي ما لعب في القاهرة ليه الاهلي ما يروحش يلعب في الاسماعيلي؟ اوكي ماشي الاهلي هيروح يلعب في الاسماعيلي، طب ما احنا من 2005 بناخد الدوري وكنا بنلعب في الاسماعيلي، ما يعني ما عادي ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي سواء بيلعب في الاسماعيليه او بيلعب في بورسعيد، ما كنا بنحقق الدوري وبنكسب وكان برضو قبل الدوري بسبع ثمان ماتشات. بنتكلم في 500 واحد. الحاجه الثانيه هل ممكن نشوف يا ميدو هل ممكن نشوف مباراه الزمالك وبيراميدز؟ هي كان المفروض في الاسبوع الكام دي؟ لا بعدينا. لا كانت المفروض قبل كده ما اتلعبتش لحد دلوقتي. في الجوله السادسه. كان في الجوله السادسه ما اتلعبتش لحد دلوقتي عشان برضو كانوا بيتكلموا عن مؤجلات الاهلي، ما اتلعبتش لحد دلوقتي. هل ممكن نشوف مباراه الزمالك ومرات بيراميدز بدون جمهور؟ لا هيكون عشان الجو هيكون الجو بقى احسن علشان هتبقى في الصيف طبعا. عشان نبقى ايه يبقى في العداله اللي بنتكلم عنها. ما هو النهارده زي ما انت بتحط عداله وتقول الاسماعيلي لعب في السلام الاهلي يروح يلعب في الاسماعيلي مفيش مشكله خالص، الاهلي مرحب بيلعب في الاسماعيلي. نعم تقول عمران بيلعب في الاسماعيلي بس النهارده زي ما انت بتقول قياس الاهلي بدون جمهور في مباراه بيراميدز خلاص اعمل مباراه الزمالك ويبقى عندك تساوي في الفرص كلها. هي في علامه استفهام الحقيقه حته بدون جمهور دي، يعني مع ان الجمهور اللي الاتحاد بيسمح به عدده قليل انما كل انه يسمح بدون جمهور خالص دي في علامه استفهام، خاصه ان ماتش عادي زي كل الماتشات يعني قمتين هما يعني بينافسوا على الدوري واحنا داخلين ان احنا ندخل منافسين على الدوري برضه زيهم، انما انا علامه استفهام كبيره قوي بالنسبه لي انا شخصيا انه بدون جمهور يعني. لا النادي انا بشوف النادي الاهلي ما عندوش مشكله ان يكون في يعني يروح اي مكان يروح اي مكان بالظبط. مين طرف من الطرف الثاني اللي هيلعبوا النادي الاهلي؟ الاتحاد السكندري، المصري، الاسماعيلي، اي فرقه النادي الاهلي ما عندوش مشكله ان هو يكون طرف قصادها يعني. انما المشكله كلها يا جماعه يعني انا النهارده كان من حق طالما انت عملت رولز كده ماشي على كل الفرق ما تعملش استثناءات يعني. كمان الدور الثاني 2000 مشجع او 3000 او العدد قد ايه وات ايفر يعني مش هنتكلم يعني، لكن ما تعملش استثناءات يعني، ما تجيش انت تعمل الاحتقان ده، فاهم قصدي؟ يعني انا مش عايز اعمل انا الاحتقان ده يا اسامه، يعني انا عايز اقول ايه؟ لا وخلي ودول اقطع كلامك يا لاله سيبك تكمل، انا بتكلم على جمهور الاهلي وبرده دخل جمهور بيراميدز دخل النهارده ليه اكيد فيهم مشجعين وانت بتدخل هنا وبتدخل هنا اكيد. لا الفير يعني ما اقصدش قصدي يعني ما تعملش انت مشكله من لا مشكله، فاهم قصدي؟ هو ما فيش مشكله الاهلي عنده جمهور وبيراميدز عنده جمهور، مباراه حلوه، فرقتين عندهم امكانيات فنيه كبيره، فما فيش مشكله في المباراه خلاص انت سيبها مفتوحه زي بقيه المباريات يعني، ما تعملش ازمه قبل الماتش. هم 500 واحد 2000 واحد 2000 واحد 2000 يا ميدو بالعكس الجمهور بيدي برضه حافز للعيبه بيدي حافز يا كابتن ان هم يظهروا كل مواهبهم خاصه ان هم روح الفريق الفريقين بيضموا عناصر قويه جدا وبيتمعوا بالمهارات الفنيه العاليه. الجمهور هيزيد الامور سمير قفشة جاب لك منظر جماهير الاهلي بص شكلها عامل ازاي والله العظيم بتجمل اي مكان حاجه تفرح والله مش عايزين انتوا عارفين قيمتكم عندنا قد ايه لكن معلش الجمهور الاهلي يعني انت عارف معلش. وبعدين يا جماعه لو الجماهير عارفه ان هي حتى لو مش في الاستاد عارفه ان اللعيبه تسمع صوتها من بعيد والله العظيم انت خدت دوري كامل من غير جمهور لكن اللعيبه كانت حاسه ان وراها جمهور والجمهور دايما ورا اللعيبه لكن ايه الجمهور بس الجمهور؟ خلي بالك يا ميدو بتطلع حملات ممنهجه ومدفوعه الثمن تلاقي فتره كده يطلع يقول لك طب الاسماعيلي ما لعب في القاهره طب ليه ما يلعبش في لا ما حدش يوقعنا في الاسماعيلي خالص ما حدش يوقعنا طب الاهلي ليه مؤجلات طب ليه ما تمشيش بالترتيب يا جماعه انتوا نسيتوا ان الاهلي بيلعب بقاله فتره بالجمعيه العموميه بتشجعوا بالظبط وكل الانديه في مصر كل الجماهير بتدخل معاد النادي الاهلي طب ما اتكلمتوش ليه طب انتوا النهارده لو عايزين تحاول عداله او الناس كلها يبقى فيهم سواسيه بقى طب ما جمهور النادي الاهلي ما يدخل ما هو لو احنا بنتكلم جمهور النادي الاهلي لا ده داعم قوي جدا وسبب رئيسي في مكسب النادي الاهلي روح الماتشات روح النادي هو في اكتر ان احنا بنلعب قبل نهائي افريقيا بدون جمهور. المهم يا كابتن اسامه انت عارف رمضان رمضان صبحي رمضان صبحي الماتش ده ما يعديش كده رمضان بجد يعني انت عارف وان شاء الله كده ترفع راسنا وترفع راسك وترجع
عايز تقعد معانا طبعا اهلا بيك وتنور النادي وترجع مكانك كمان في انجلترا احسن واحسن وتروح احسن فرقه انت عايزها ان شاء الله من بدايه الماتش اللي جاي. مش هقول لك تقف على الكوره ولا حاجه، انا عايزينك تجيب اجوان وتظبط الدنيا باذن الله. لكن كابتن ابراهيم عايز تقول حاجه؟ هي الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي هتبقى عاليه كبيره جدا عشان لاسارتي ومدير فني جديد. بالظبط كده، مدير فني جديد، كل اللعيبه عايزه تظهر امكانياتها ومواهبها بحيث يبقى ليها تواجد او حجز اسمه في التشكيل الرئيسي في التشكيل المباراه. وبالتالي الحافز برضو عند النادي الاهلي والدوافع ان هو الثلاثه بونت دول هيدخلوه المنافسه بدري، زائد الماتشات اللي متاجله له هيبتدي يدخل في المربع وهيبتدي ينافس على المركز الاول اللي هو متعود عليه واللي هو لا بديل عنه. فالدوافع عند اللعيبه موجوده وظاهره، وان شاء الله باذن الله مع رجوع المصابين اللي احنا اتكلمنا عليهم الاضافات الجميله اللي عملها النادي الاهلي في اللعيبه الجداد ان شاء الله باذن الله هيظهر بمصر جيد قدام بيراميدز، وان شاء الله باذن الله متوقع ان شاء الله باذن الله يبقى المكسب لينا يعني. يا رب يا رب يا رب. كابتن بلال، بس النقطه ميدو حته ان احنا ما شاء الله في تدعيمات ست لعيبه مثلا وعوده المصابين، هل يتم الدفع بيهم كلهم مره واحده؟ لا طبعا ما ينفعش النهارده، هتبقى انت هتعمل خلل في القوام الاساسي عندك في التيم وفي الانسجام، ما تلعبش في الفرقه. ايوه النهارده لو احنا بنتكلم على الاسماعيلي النهارده وشيلونجو نزل وعمل اضافه ممكن عنصر واحد على القوام الرئيسي، فالنهارده انت عنصر عنصرين، عندك رمضان صبحي وجيرالدو وعندك محمد محمود ومحمود وحيد وعندك عوده صالح جمعه، فالنهارده مين اللي تقدر تستفيد بيه؟ رمضان صبحي لعب في النادي الاهلي وكان قريب وعارف اللعيبه وعايش الاجواء، ممكن يتم الدفع بيه. محمد محمود عنده الشخصيه بتاعت النادي الاهلي وهو شخصيته ممكن يتم الدفع بيه، لكن لعيب زي جيرالدو يعني لسه مش ما تعرفش على الاجواء الدوري المصري واللعيبه، فممكن تبقى الامور صعبه. ولو جبت يعني حسين الشحات وكمان يا اسامه معاك اهلاوي من زمان، لا كمان انت حسين الشحات في كل مكان، انا اهلاوي انا اهلاوي كمان انت بتحضر لافريقيا برضه يا اسامه، انت عندك مباراه في افريقيا، يعني انت برضو عايز تشتغل على النقطتين. ما هي دي بلال بتكلم فيها، امتى يتم الدفع باللعيب؟ ما ينفعش كل مره، ممكن تبدا العمليه بالتدريج، لكن انا مؤمن ان لما بتتعاقد مع صفقه مهمه لازم تاخد على طول، وزي طبعا زي كولوبالي، شفنا كولوبالي النهارده جيت مرن تمرينه استفاد منه كارتيرون، دخله على طول في الفرقه وكان اضافه كويسه اول ما جه، فالنهارده برضو عندك عناصر مهمه والفرقه محتاجه فعلا، فانت محتاج انك تدعم حتى في الحته الناحيه الهجوميه، وان شاء الله يبقى في تدعيمات كمان خلال فتره جايه تكون اضافه كمان قويه للنادي الاهلي. اكيد. تعال نتكلم على الشكل الفني، خلاص احنا فاضل لنا اقل من 10 دقائق نتكلم على الشكل الفني. حسام حسن تحديدا، هل هيلاعب النادي الاهلي بشكل النادي المصري بشكل الفرق اللي كان ماسكها حسام حسن اللي هي الطرق الدفاعيه والكاونتر اتاك، ولا تشكيله النجوم اللي معاه في بيراميدز هتخليه يكون قلبه قوي شويه ان هو يهاجم النادي الاهلي من بدايه المباراه؟ بص كابتن حسام حسن مدير فني جيد، هو راجل ذكي بيعرف يلعب مع الفرق الكبيره بشكل كويس قوي، هو بيشتغل على حته الدوافع والحاله النفسيه عند اللعيبه، بيرفع الحاله المعنويه عند اللعيبه، وده جميل تمام. خد بالك هو كمان بيراميدز هو رافع الحاله الماديه كمان عند اللعيب، يعني في حالتين هناك بيشتغلوا عليهم، الحاله الماديه عاليه جدا، سمعنا الارقام الكبيره، وكمان الحاله المعنويه اللي بيديها المدير الفني. انت كل مدير فني خد بالك بيحط انطباعاته للعيبه او بيدي الانطباع بتاعه للعيبه، اللعيبه دايما بتاخد من المدير الفني سواء اذا كان هدوء او حماس وداخل شكل خارج بالظبط خارج المباراه. فالنهارده كابتن حسام حسن بيشتغل على الحته دي، ان انا الاول نفسيا اشتغل على اللعيبه قوي، احمسهم، اطلع لهم في ليفل عالي قوي من الناحيه النفسيه. تاني حاجه بشتغل على الحته الفنيه زي ما انت قلت. حسام حسن هو بيلعب النادي الاهلي، عارف ان النادي الاهلي عنده مراكز قوه، وممكن يكون في بعض الاضافات اللي اتكلم عليها كابتن ابراهيم وكابتن اسامه، ان بعض الاضافات ممكن تدخل على طول على النادي الاهلي، ما عندكش وقت ان انت تستنى عليهم وتديهم واحده واحده، زي مثلا زي ما اتكلم على رمضان، وممكن يتكلم على محمد محمود او محمود وحيد، ممكن اللعيبه دي جيده تقدر تخش على طول، مش بعيده عن الدوري المصري، ممكن تخش اللعيبه، ممكن تلعب اساسيه، ممكن لعيبه تخش احتياطي. فالنهارده حسام حسن عارف ان النادي الاهلي نادي بيلعب بالشكل الهجومي، فالنهارده ممكن يستغل الحته دي ويشتغل هو يقفل بشكل كويس قوي، ما يعتمدش على النواحي الفنيه اللي موجوده عنده، سواء اذا كان عند في الناحيه الاماميه بقى عند كينو اللي هو ابرز اللعيبه اللي موجوده عند بيراميدز، يمكن انا اتفرجت على بيراميدز اكتر من 7-8 مباريات، هما بيعتمدوا على كينو هو اللي بيحركهم، هو العقل المفكر بتاع بيراميدز، هو بيشتغلوا عليه، بيحضروا ويلعبوا على كينو، هو مفتاح اللعب، هو سر اللعب بتاع بيراميدز. لو اتوقفت خطوره كينو اعتقد بنسبه 50% من الاداء الهجومي اللي موجود عند بيراميدز هيقف. مش كان بيقول ان هو هيروح الدوري السعودي بقى؟
لا بس خلينا احنا بنتكلم في المباراه اللي جايه يعني. بس المباراه اللي جايه هو ده اللي هو ده المحرك الاساسي للبيراميدز يا ميدو. مباراه الاسماعيلي، الاسماعيلي ما لعبش مباراه قويه جدا قدام بيراميدز. هو لاعب على الحته دي ان هو قادر ان هو يعمل خلل في الحته دي. ياخد بالك النهارده لما يبقى عندك اثنين او ثلاث لعيبه متفوقين وهم دول اللي بيعملوا لك الشغل الهجومي كله، لما تشتغل عليهم بشكل كويس قوي تضغط عليهم تخليهم هم بعيد عن المناطق الهجوميه، بعيد عن تركيزهم داخل المباراه، بتقدر تشل حركه الفرقه اللي قدام. النادي الاهلي لو نجح انه يشل حركه كينو في المباراه اللي جايه، اعتقد يبقى النادي الاهلي نجح بنسبه 70 او 80% ان هو يشل حركه بيراميدز الهجوميه. هو ده اللعيب اللي عنده الحلول. انت اوقات كتيره جدا يعني احنا دايما بنقول ايه، المباريات الكبيره المباريات الصعبه هي دي اللي بيحلها اللعيب المهاري، اللعيب اللي بيفكر داخل الملعب، اللعيب اللي عنده المهاره وعنده السرعه. النادي الاهلي بيدافع كويس قوي، بيدافع دفاع كومباكت، اللعيبه قريبه من بعضها لانه بيلعب بشكل جماعي. برضه بيراميدز بيشتغل على الحته دي، فالحلول اللي موجوده بتبقى حلول فرديه، ما بتبقاش حلول جماعيه بشكل كبير، بتبقى حل فردي من لعيبه عنده مهاره وعنده سرعه، بيقدر يخترق، بيقدر يرقص، بيقدر يلعب على الجول. فدي الحلول اللي بتبقى موجوده في الماتشات الكبيره. عشان كده دايما بنقول ايه، الماتشات الكبيره كابتن اهلي زمالك اهلي واسماعيلي، اللعيبه اللي عندها المهاره هي اللي بتدافع في وسط الماتشات بالظبط بالظبط، بالاضافه طبعا للشغل التكتيكي اللي بيعمله المهاجم. فالنهارده لا، حسام حسن ممكن يستنى النادي الاهلي يلعب على هجمه مرتده، يلعب على السرعات اللي موجوده، يدافع بشكل كويس جدا. هو يهمه جدا ان المباراه طول ما هي 0-0 انا كسبان. هو دلوقتي هو في الترتيب الثاني، النادي الاهلي بعيد شويه، فطول ما المباراه 0-0 لا، بيراميدز اللي كسبان، مش هيجازف قدام النادي، ما اعتقدش انه هيجازف قدام النادي. تمام كابتن اسامه، لو بنتكلم على الحلول الفرديه، انت عندك رمضان صبحي، عندك احمد الشيخ، عندك ناصر ماهر، عندك وليد ازارو، ورباعي مرعب في حد ذاته. تفتكر حسام حسن هيفكر يتعامل معاهم ازاي؟ وهل الدور التحكيمي هيبقى ليه راي في هذه المباراه؟ تحكيمي على ما اعتقد ان يعني مش حكام مصريين اللي هيديروا المباراه. حكام قصدي على شخصيه الحكم، مش قصدي ان هو يبقى مع اي حد من الفريقين، شخصيه الحكم هي تحكم المباراه من اولها. ما هو زي ما بقول لك يعني المباراه مش مسنوده لتحكيم مصر. كل المباريات بيراميدز اللي فاتت كانت تحكيم تونس بالزبط. غالبا ممكن تكون المباراه اللي جايه لحكام اوروبيين يعني مش اوروبيين مفروض. مش مفروض. عرب يعني. هتبقى كابتن حسام حسن دايما بيعرف يتعامل في مباريات النادي الاهلي، بيشحن اللعيبه بشكل كبير جدا، بيبقى عندهم حماس كبير جدا، دايما بينقل منطقه اللعب دايما في نص الملعب، بيشتغل على الضغط في نص الملعب والمنتومان والرقابه اللصيقه، ودايما بيلعب على المرتدات السريعه. ده اسلوبه مع النادي الاهلي. لكن هيتعامل مع النجوم ازاي؟ لما هو اشتغل في النادي المصري، في الاتحاد، في المقاصه، في الزمالك، عنده الحلول الكبيره زي ما كابتن بلال بيقول. عنده كينو لعيب مهم جدا، بيقدر ينقل الفرقه، عنده حلول فرديه، بيقدر يتعامل واحد لواحد، وبيقدر يسجل اهداف. في الناحيه الثانيه محمد فاروق تعاقده برضو مع مهاجم من الدوري الاكوادوري، برضو بيقولوا عليه لعيب قوي، لسه ما شفناهوش عشان نقدر نحكم عليه. ده اللي بيتقال عليه. لكن انت عندك مراكز قوه كبيره في النادي الاهلي، عندك وليد ازارو برضو لعيب يعني عنده الحظ في عمليه التهديف، لكن وجوده في الملعب مهم جدا طبعًا من وجهه طبعًا نظر الشخصيه. ممكن يجيب وليد ازارو لا، وبيقدر يعمل لك خطوره حتى لو ما سجلش، بيقدر يخلق لك من فرصه يعني ميتة، لا بيحييها ويقدر يعمل لك منها فرصة. تمام. عندك وليد سليمان بخبراته الكبيرة يقدر يتعامل مع المباريات الكبيرة دي. عندك أحمد الشيخ ما شاء الله بيمر بحالة فنية كويسة جدا، بيمتاز انه بيقدر يكمل تحت المهاجم ويقدر يسجل. عندك برضو طبعا الإضافات الجديدة اللي احنا قلناها، رمضان صبحي، عندك يعني ناصر ماهر برضو بيمر بحالة كويسة. فلا انت زي ما انت بتتكلم كنادي اهلي عندك لا مراكز قوه تقدر تشتغل بيها بشكل ناس. عندك عوده علي معلول وانا شايفها من اهم مكاسب النادي الاهلي، مفتاح مهم جدا. علي معلول في بطوله افريقيا اللي وصلنا للمباراه النهائيه كان هو يعني لو بنتكلم بسبب كبير مع لعيبه النادي الاهلي كان علي معلول. عندك مفتاح هجومي لما انت بتقدر الحلول عندك تتعطل، النواحي الهجوميه وليد ازارو او الناس تحت المهاجمين او وليد سليمان، تقدر علي معلول يقدر يعمل لك خطوره. تمام. يعني ان شاء الله عندنا يعني حلول ان شاء الله يعني نقدر نكسب بها المباراه ان شاء الله باذن الله. كابتن ابراهيم يعني اخر سؤال عشان وقتنا، لاسارتي وشكله قدام بيراميدز، هل لاسارتي ممكن يترجم حاله فنيه جماعيه للاعيبه النادي الاهلي او شكل فني جديد للنادي الاهلي، ولا لسه الموضوع محتاج وقت؟ لا طبعا المساعدين هيبقى ليهم دور كبير جدا مع لاسارتي في بالذات في المباراه، يعني فتره الخمس ايام مش هيقدر يعمل شكل جماعي او ياخد بالظبط فكره كبيره عن، فالمساعدين هيبقى ليهم دور كبير مع لاسارتي سواء في التشكيل او في طريقه اللعب.
حاجه انا بس على الكلام بتاع حسام حسن. حسام حسن معودنا دايما وهو لما بيمسك فرق وبيلعب قدام الفرق الكبيره بيضغط عليها في نص ملعبها لان بيضيق لهم المساحات وبيمنع الهجمات المرتده عليه. انا رايي ان هو طبعا واخد فكره جيده عن لعيبه النادي الاهلي وانهم بيتمتعوا بمهارات عاليه جدا، لو ساب لهم مساحات كافيه هيبقى هيقدروا يضغطوا عليه ويقدروا يكسبوا الماتش. فانا شايف ان حسام حسن دايما معودنا ان هو بيضغط في نص الملعب. انا برضو هقول هو هيبقى متحفظ في بدايه المباراه، بالذات المباراه دي هيبقى متحفظ شويه لغايه لما يمتص الهجوم بتاع النادي الاهلي، وبعدين يبتدي في الجزء الثاني ممكن يعمل حته الضغط على النادي الاهلي. اعتقد ان هو هيبدا ضغط على النادي الاهلي. عموما ان شاء الله كل توفيق للاهلي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم. ده انا اللي متشكر ليك ومتشكر للكباتن دايما بتنورني وبتشرفني. الهدافين كابتن بلال شكرا جزيلا. ان شاء الله بالتوفيق. كابتن اسامه دايما شكرا يا كابتن ميدو. كابتن طيب انت طيب. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا، ودايما النادي الاهلي احنا ثقتنا فيه ملهاش حدود. ان شاء الله مكسب 3 نقاط يوم الجمعه القادم ان شاء الله يكون في تواجد ملحوظ لرمضان صبحي نجم الفريق، وان شاء الله يكون يقنع الجميع بان القيمه الماديه ما بتكونش يعني بتساوي اي حاجه انك عندك نجم كبير يساعدك في الدوري ويساعدك في افريقيا مع بقيه نجوم النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه. ان شاء الله اشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير.